طيب السلايد الآن بتتحرك معكم مظبوط؟ أرسلوا لي في الشات إذا المشكلة انحلت. ممتاز. طيب هنرجع للسؤال الأول للناس اللي فاتهم. طيب فهذا الأوبجيكتيف زي ما ذكرت، هذا السؤال الأول مهم تكونوا عارفين الجواب للناس اللي ما ظهر لهم. زي ما قلنا 40 years old with shortness of breath for 2 weeks similar للتشست بين، بس بدل التشست بين عنده شورتنس اوف بريث، فهذه بنسميها انجينا ايكويفلنت اور ايكويفلنت انجينا. واهم حاجه تعرفوها ان تروبونين هنا از نوت سيجنيفيكنتلي اليفيتد عشان اقول انها ام اي، وعشان اقول انها ام اي لازم يكون في اي سي جي تشينجز في الكيس، ويكون في يعني اون جوينج تشست بين. المريض جاي بتيبيكال برزنتيشن اوف ام اي. فهذا بالنسبه للاول سؤال للناس اللي فاتت. طيب السؤال الثاني زي ما قلنا 54 years old male known to have DM chronic kidney disease recently admitted for acute coronary syndrome came for follow up. He has high creatinine slightly high cholesterol low HDL and high LDH. Which of the following medication you want to add to his treatment? فالapproach to lipid lowering medication انه بمجرد ما المريض عنده previous history of acute coronary syndrome، يعني عنده قبل كده ام اي او عنده اي اثيروسكلوروتيك هارت ديزيز، سواء كان هارت او سي ان اس يعني زي ستروك او تي اي اي، هذه كلها indication to start lipid lowering medication. فهذا المريض عنده قبل كده acute coronary syndrome، فwe will definitely add a medication. الفيرست لاين ليبيد لورنج ميديكيشن زي ما انتم عارفين الاتورفاستاتين، فهنا حتكون الاجابه اتورفاستاتين اذا كان البيشنت ستيل نوت كنترولد اون اتورفاستاتين، وهذا يعني الليفل اصعب شويه، جاب لك مريض على اتورفاستاتين اند هيز ليبيد بروفايل از ستيل نوت ويل كنترولد وستيل هاي ال دي اتش وستيل لو اتش دي ال، فالسكند line treatment to be added اللي هو C is it mine، فهذا هو second line. لكن الفيرست line حنبدأ دائما بالاتورفاستاتين أو اللي هي الستاتين بشكل عام اللي هي high intensity statin. فهم ما يسألوكم في الدوزز، بس أهم شيء تكونوا عارفين الميديكيشن. طيب هذه كلها السؤالين من الأسئلة الجديدة، هذا برضو واحد من أكثر الأسئلة اللي يعني في confusion. 60 years old male is admitted to the coronary care unit with acute myocardial infarction. His hemodynamic parameters 2 hours later are blood pressure of 80 over 50. It's يعني hypotensive. Will heart rate 40. Saturation is fine. Which of the following would be the most appropriate management? IV atropine sulfate, normal saline infusion, IV isoprenaline ولا IV دبيوتامين. فهذا أنا متأكد ما في أحد ذاكر أسئلة إلا عدى عليه السؤال، من أكثر الأسئلة اللي تتكرر في الكارديو، فلازم تكونوا عارفين إجابة السؤال. حنتكلم عن الأبروتش للبرادي كارديا قدام في الأريثميا، بس أهم شيء تعرف أنه لما في برادي كارديا causing hemodynamic instability، يعني المريض هايبوتنسيف أو المريض عنده syncope او change في level of consciousness، هذه كلها بنسميها hemodynamic instability. ففي هذه الحاله الفيرست لاين تريتمنت حيكون IV atropine sulfate قبل الاي في فلويد، قبل اي other management المفترض انه نعطي المريض IV atropine. واذا جابوا لكم السؤال اللي بعض الاحيان يجينا في البورد patient received atropine and still bradycardic next step repeat atropine again. ف you repeat it up to three times زي ما حنشوف في الالجوريثم اللي هي approach للبراديكاردي. فلازم تعرفوا how to approach patient with البراديكاردي. فهذا السؤال هنا في جزئية الاسكيميك هارت ديزيز لأنه complication للأكيوت ام اي، فعادة الانفيريور ام اي ممكن تيجي ببراديكاردي أو heart block، فالمانجمنت تكون by IV atropine sulfate. الهايبوتنشن will not be corrected by IV fluid في هذا الكيس، حطوا ده في بالكم لأنه المشكلة حاصلة من الهارت بلوك والبراديكارديا، we need to correct it with atropine. طيب هذا السؤال برضو مهم، الابروتش لبيشنت with chest pain او atypical presentation. 60 years old male patient known DM and hypertension presented to ER with neck pain and sweating for 1 hour.
He has a previous history of recurrent chest pain, which resolves spontaneously after resting. ECG done showed non-specific ST segment and T wave changes. Troponin is normal. What's your next step? Repeat troponin after 6 hours. Will I discharge the patient or do stress ECG test or give aspirin and nitroglycerin? فهذا patient جاي للoutpatient department أو للER, presenting the ER with neck pain and sweating. It's a presentation يعني مع الريسك فاكتور الموجودة عنده, ممكن إنه يكون acute coronary syndrome, ممكن لا. الـ ECG هنا is non-specific, يعني ما أعطاني definitive, ما كان negative ولا كان positive. وتروبونين is normal. But this is not indication, يعني هذا intermediate probability بنسميه. وفي هذه الحالة we don't start management, يعني ما ينفع أعطي aspirin, nitroglycerin. طبعا مريض زي هذا ممكن أنه a second set of troponin تجي high, وفجأة تكتشف أنه acute coronary syndrome, فما تقدر أنك you discharge the patient. وزي ما قلنا دائما فتلاقوا هذا الكلام في up to date, ويعني هذه one of the basic اللي تساعدكم تحلوا أسئلة كثيرة. مريض عنده active chest pain في الكيس, عمركم ما تختاروا stress testing, ما بنعملها. It's a contraindication. Patient with ongoing chest pain, في testing خاصة لهم ما هو من ضمنها أبدا stress testing. Stress للمريض اللي وقف ال pain, فهذا يعني ما هو chest pain بس إنه neck pain that can be يعني related للإسكيميا. ففي هذه الحالة حيكون الجواب إنه to repeat troponin after 6 hours to wait. إذا second set is high, وقتها we will start management اللي هي second set of cardiac enzyme. فهذا الابروتش موجود حتلاقوه في الالجوريثم هذه. low risk patient اللي هم you evaluate for non cardiac cause, اللي يعني جاي مثلا ب chest pain related to meals او حاجات واضح انها جي اي او muscular skeletal. patient with moderate risk ونعمل لهم اي سي جي ويكون عندهم اللي هو normal or non specific changes, ففي هذه الحالة you need to order troponin, و if normal you need to repeat it. فهذا 100% will confirm الإجابة اللي في السؤال هذا, ويعني من أكثر الأسئلة اللي تتكرر, فحيكون الجواب هنا to repeat troponin. those with high risk, typical presentation, جاي بالchest pain, which chest pain is ongoing, وعنده risk factor for coronary artery disease, وفي هذه الحالة you need to immediately start وخاصة لو كان عنده ECG changes suggestive of ischemia, يعني في ST depression, في T wave inversion, أو في ST segment elevation, هذا على طول indication to start treatment of acute coronary syndrome. طيب هذا سؤال ثاني عن acute coronary syndrome, واحد من الأسئلة الجديدة هذه السنة. يعني هم حاولوا أن يسووا فيه challenge, بس السؤال is actually easy. 60 years old male post cholecystectomy 4 days ago, presented to ER with chest pain, started 4 hours ago. ECG showed STEMI. He was given oxygen, morphine, aspirin, heparin, and nitrate. What would you do after ER management? Give thrombolytics, BCI, CT angiography, or do CABG? طيب, هذا المريض عامل cholecystectomy قبل 4 أيام. فهم هذا التشالنج اللي يبغوا يحطوا لكم في السؤال. وجايبين إنه جاي presenting 4 hours, عدت 4 ساعات من بدأ chest pain. فاللي ما هو فاهم جزئية اللي دائما بشرحها, جزئية الـ when to do BCI أو timing to do BCI, غالبا حيعاني شوية في هذا السؤال, لأنه أنت ما تقدر تعطي thrombolytics والمريض عامل recent surgery 4 days ago. في المقابل عدت 4 ساعات, بس السؤال 4 ساعات من متى عشان أقول إنه ما أقدر أعمل BCI وأختار thrombolytics. فهذا هو اللي حنذكره. فهنا it's contraindicated to give thrombolytics anyway في هذا الكيس. والحاجة الثانية إنه first line management after first اللي هي الـ أو الـ initial ER management is to do BCI. فإنه جاي 4 ساعات ما بيفرق, حتى لو كان المريض presenting with acute coronary syndrome after one day of symptoms, يعني جالس يعاني يوم كامل chest pain وجاك بعد يوم, ما حيفرق. أهم شيء بالنسبة لك إنه الـ BCI أو الكاث can be activated, أو أقدر إني أعمل الـ BCI within 2 hours of his entry to the hospital, يعني من وقت دخوله للمستشفى. ما هو زي ستروك, لما نتكلم عن ستروك نقول من متى بدأت الويكنس, هذا هو اللي مهم عشان أعرف أعطي thrombolytics ولا لا.
اذا في اول 4 ساعات ونص الويكنس حنعطي ثرومبوليتكس، اذا عدت لا حنعطي اسبرين. لكن هنا ما يفرق بالنسبه لك متى بدات السيمتومز، حتى لو جاي بعد يوم حتعمل له بي سي اي، حتعمل له بي سي اي بشرط انك تقدر تعمل البي سي اي من وقت دخول المستشفى within 2 hours. وهذا اللي بيحصل في كل المستشفيات اللي فيها، بمجرد ما في الكيس يقول لك بي سي اي از افيلبل او المستشفى هذه بي سي اي كابابل سنتر، على طول نختار بي سي اي على طول، يعني ما فيها كلام. فهي هذه الديفينيتيف مانجمنت، بس بشرط يكون في الاي سي جي اس تي سيجمنت اليفيشن عشان اقول انها ستيمي. تمام، فحنيجي للابروتش حق الجزئيه هذه، بس كمان نشوف هذا السؤال ريليتد لل برضو من اكثر الاسئله اللي الناس بتلخبط فيها. 76 years old male patient presented to the hospital with inferior MI and he was managed by BCI. His current medication include warfarin for AFib and his cardiac medication. What is the best management regarding his anticoagulation therapy? Stop warfarin, give aspirin, continue warfarin, give dual antiplatelet. Stop warfarin, give triple antiplatelet, continue warfarin monotherapy. في قاعدة أساسية مرة مهم تعرفوها وحتكلم عنها في الاتريال فيبريليشن، مريض تشاد باس سكور حقه 2 or more, you will never stop his anticoagulation unless it's contraindicated. يعني مثلا عنده active bleeding، جاني مريض بميلينا أو بهيماتيميسيس، وقتها وقف الانتيكواجوليشن مؤقتا لين تنحل المشكلة هذه وبعد كده حنرجع. فحطوا في بالكم انه unless contraindicated you should give anticoagulation or never stop it. فأي جواب في stop warfarin هذا على طول حستبعده، يعني A و C على طول مستبعده. احنا يا حنكمل الورفرين حاله يا حنكمل الورفرين مع دول انتيبليتد. ففي المقابل اي مريض في الدنيا بنركب له ستنت، يعني جاي يعني باكيوت كورونري سيندروم سواء ستيمي او نون ستيمي او انستابل انجينا، وعملنا له ستنتنج، ركبنا له ستنت، الستنت هذه حتتقفل اذا ما اعطينا دول انتيبليتد ثيرابي اللي اسبرين كلوبيدوغريل عاده، يعني هي اشهر شيء بيعطوها. فهنا المريض قال لك في الكيس انه managed by BCI. BCI يعني ركبنا stent. ففي هذه الحالة you need to continue warfarin و give dual antiplatelet اللي هي الأسبرين والكلوبيدوغريل. فهذا واحد من الـ common question، ودائما حطوا في بالكم الأفكار هذه اللي بذكرها لكم، إنه AFib you never stop anticoagulation. أنا ممكن أضيف بس ما حنقص. و MI ركبت له stent، ما يطلع من المستشفى الا على دول انتي بليتلت وما يوقفها، يعني هذا الانستركشن اللي بنعطيها للمرضى، ما توقفها زي الاكل والمويه، ما يوقفها ابدا الا الكلوبيدوغريل بعد سنه خلاص يوقف ويكمل على الاسبرين فور لايف. فهذه تو بريفنت ستنت ري ستينوزس انها تقفل او ثرومبوزس. فهذا بالنسبة للجزئية هذه. طيب 68 years old patient known of a case of DM and hypertension presented to the hospital with chest pain for the past week. The pain is retrosternal, last for 15 minutes increasing in intensity. ECG showed ST segment depression in lead V1 through V4. The patient received statin, aspirin, beta blocker, heparin nitrate and captopril. What to add? لسه بنذكر هذه الجزئية قبل شوية، الخيارات في كاندي سرطان، كلوبيدوغريل، أملوديبين، ألتيبليز. هذا واحد من الأسئلة اللي موجودة من السنة اللي فاتت، بس دائما بتوصلني عليه سؤال على نقطة كده معينة فيه، اللي هي جزئية يقولوا لي السؤال هذا جانا ما في كابتوبريل أو ما كان في إس إنهيبيتورز، وفي الخيارات حطوا لهم إس إنهيبيتورز. تمام، فعشان كده تركت السؤال ما حذفته. انا اغلب الاسئله القديمه في الاختبار، في الاسئله اللي ما هي متكرره سنتكم هذه حذفتها، فهذا لا يعني من الاسئله اللي لسه موجوده. وزي ما انتم شايفين في تغيير ممكن بسيط يكون في السؤال، ما حيفرق في الاجابه الصح. الاجابه الصح في كل الحالات is to give clopidogrel. تمام، لانه زي ما قلنا اي مريض عنده اكيوت كورونري سيندروم they need dual antiplatelet therapy. هذه اول حاجه بنعطيهم، هي بيسموها لودنج. المرضى اللي بيجوا باكيوت كورونري سيندروم بنعطيهم لودنج، اللودنج هذا الاسبرين والكلوبيدوغريل. فهذه المانجمنت الاساسي رقم واحد قبل الايس انهبيتورز، اللي هي ما حتفرق كثير في الاسكيميك، تفرق في الهارت فيلير بس في الاسكيميك هارت ديزيز، مع انها بتقلل المورتاليتي، بس في الاي ار مانجمنت ما بتفرق كثير. وانشيتن بعد الادمشن عاده نبدا الميديكيشن هذه.
فاسبرين كلوبيدوغريل الجواب ما حيتغير. الثرومبوليتكس في ناس بيغلطوا يختاروا الالتي بليز او التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور اللي هي كلها ثرومبوليتكس، بعض الاحيان يحطوا لكم هي باسمائها كذا. فهذه الميديكيشن ما بنعطيها الا في مريض قال لي ST elevation. دائما بذكر الانديكيشن هذه عشان ما حد يلخبط فيها. هنا قال لي ST depression، يعني هذه نون ستيمين، فما ينفع اني اعطي الالتي بليز او الثرومبوليتكس. احنا بنعطيها في ستيمين، بنعطيها في البي اي اللي عامل هايبوتنشن بنسميه ماسيف بي اي. ماسيف بي اي يعني بي اي عمل هايبوتنشن، يجي المريض بهايبوتنشن. ففي هذه الحاله بنعطي ثرومبوليتكس هي العلاج. الستروك زي ما قلت لكم قبل شويه في الفيرست 4.5 hours from symptoms onset، يعني من وقت بدايه السيمتومز. واخر حاجه اللي حذكرها لكم حنتكلم عن الابروتش لانه واضح فيه مشاكل كثير عليها، و هي يمكن أهم جزئية اليوم يعني لأنه عليها أسئلة كثيرة، يعني partially vascular surgery بس يعني جزء منها كبير كارديو، حتلاقوها في كتب الكارديولوجي اللي peripheral artery disease. فهذه ممكن تتعالج بثرومبوليتكس إذا كانت اللي هي limb threatening ischemia بنسميها. فهذه حنتكلم عنها، هذه هي الindication للثرومبوليتكس، غير كده ما بنعطيها. دائما اقول لكم راجعوا هذه، شفتوا الاسئله اللي فاتت كلها، هذه اسئله الاسكيميك هارت ديزيز في الهيئه. بحثت كثير ويعني حتى الانترنز اللي موجودين معايا في التريننج دائما اقول لهم جيبوا لي اسئله كارديو واراجعها بالكامل، ما في غير هذه الاسئله. فاللي لاحظته انه هذا السلايد دائما بعرضه اغلب الاسئله حتجاوبوها من ذا السلايد، نادر حيفوتكم سؤال لو دركتوا هذا السلايد مظبوط، نادر حيجيكم سؤال يعني ما حتعرف إجابته. لأنه هذه هي المانجمنت اوف اكيوت كورونري سيندروم اللي هي لازم يسألوكم فيها، ما حتطلع من اختبار الهيئة بدون ما يجيك سؤال فيها. ستيبل انجينا ايش لازم اعطي فيها؟ اسبرين، بيتا بلوكرز، نايتريت وبس، ما حاعطي فيها انتي كوغوليشن، ما في ثرومبوليتكس، ما في كلوبيدوغريل اللي هو الانتي بليتليت. الانستيبل انجينا والنون ستيمي لازم اعطي فيها أسبرين، بيتا بلوكرز ونايتريت، ومهم جدا الهيبرين، وعمري ما حأعطي ثرومبوليتكس في حالات اللي هي الانستابل انجينا او النون ستيمي، بس لازم اعطيهم دول الانتي بليتت اللي هو أسبرين وكلوبيدوغريل قبل اي شيء ثاني. هذا اول شيء بعطيهم دول. الاس تي اليفيشن ام اي هذه حنعطيهم اهم حاجه بالترتيب كده، يعني أسبرين، بعد كده اللي هي البي سي اي، ما في في الخيارات بي سي اي، ممكن الثرومبوليتكس لانه ما اعطاني خيار ثاني. شايفين الثرومبوليتكس is fine but not as good as بي سي اي. واخر حاجه الهيبرين، لكن بعد الثرومبوليتكس وبعد ما نكون خلصنا من اللي هي المانجمنت الاساسيه او الاهم. فهم في الاسئله دائما يبغى الاهم، يقول لك خلاص انا سويت الانيشال اي ار مانجمنت، الان ايش حسوي؟ ايش الديفينيتيف؟ اذا في بي سي اي اكيد حختار البي سي اي، ما حيفرق بالنسبه لي السيمتومز اونست متى بدات ومتى ريسنت سيرجري، دوب عامل سيرجري هل اقدر اعمل له اللي هي البي سي اي؟ ما في اي كونترا انديكيشن، عادي تقدر تعملها. فهذا السلايد مهم يعني لازم انكم تدركوا مظبوط، تمام. فهذه جزئية الريبرفيوج ثيرابي اللي تكلمت عنها. بي سي اي از بريفيرد اذا من دخول المريض للمستشفى لين اعمل البي سي اي 120 مينتس اللي هي ساعتين، او اللي عندهم كونترا انديكيشن للثرومبوليتكس فهي ما هي خيار، زي المريض اللي قبل شويه فاستكولستكتومي، هذا ريسك اوف بليدنج، لسه عامل السيرجري من 4 ايام. فهم ما ذكروا هي اوبن ولا لابروسكوبي كولستكتوم، بس في كل الحالات بعد عن الثرومبوليتكس والجواب حيكون بي سي اي. الفايبرونوليتيك ثيرابي هذا في المريض اللي يقول لك انه لازم في الكيس كده بالنص يقول لك انه في ديلي حيصير في البي سي اي مور ذان 120 مينتس، او يقول لك بي سي اي از نوت افيلبل. يعني في الاسئله اللي من اور اكسبيرينس بنشوفها في الهيئه دائما، اذا يبغى هذا الجواب اكثر يمكن تجينا احنا في البورد، انه البي سي اي از نوت افيلبل، او هذا السنتر نوت بي سي اي كابل سنتر، وقتها خلاص انا حاختار الثرومبوليتكس، ما في يعني حل ثاني. طيب نكمل في اسئله الاسكيميك هارت ديزيز. هذه جزئيه الريسك فاكتورز، هذا واحد من الاسئله الجديده دي السنه برضو. ويتش اوف ذا فولوينج ويل ديكريز مورتاليتي افتر انفيرو لاترال ام اي؟ بيتا بلوكرز، وارفارين، هيبرين،
ولا ثايزايد دايوريتكس. فايتس ايزي كويستشن، بس برضه مهم انه نراجع اسئله او قصدي ايش الميديكيشن اللي تقلل المورتاليتي افتر ام اي او افتر اسكيميك هارت ديزيز بشكل عام. فبيتا بلوكرز از فيري امبورتنت، وبالتحديد الكارديو سيلكتيف بيتا بلوكرز. يعني بكل بساطه ممكن يغير السؤال هذا يحطوا لكم واحد من النن كارديو سيلكتيف بيتا بلوكرز ويحطوا لكم اسبرين، فلا تلخبطوا. اذا كان مثلا بروبرانولول ما يفرق، ما هو بيتا بلوكر مهم. في بيتا بلوكر مهمه في الكارديو اللي هي الميتوبرولول، فيزوبرولول والكارفيدولول. هذه الثلاثه هي المهمه وهي اللي شون تو ريديوس مورتاليتي. فهذه هي اسبرين، كارديو سيلكتيف بيتا بلوكرز اللي هي ميتوبرولول، فيزوبرولول، كارفيدولول، اس انهبيتورز والستاتين. وهذه مهمه تنسوها، بعض الاحيان ما في غيرها في الخيارات، صح؟ اختاروا statin. It reduces mortality لأنها بتقلل الـ risk of progression of atherosclerosis في الـ future. فهذه مهمة. طيب. Which of the following is the most... هذا برضو one of the new question. Very tricky question. Which of the following is the most modifiable risk factor for MI? BMI ولا smoking ولا age ولا family history. فهذه الجملة مرة مهمة. هنو قال modifiable risk factor. عشان لا تلخبطوا، يبغى الموديفايبل. يعني لو بس هذه الكلمه كده كنت ما انت مركز حتغلط، ممكن تختار الايج لانه هو الموست امبورتنت ريسك فاكتور، لكن هنا يبغى موديفايبل. فالموديفايبل في هذه الكيس سموكينج والبي ام اي. وهذه الجمله بالنص حتلاقوها في اب تو ديت في 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 انه كده تحت سموكينج اتس ذا موست موديفايبل ريسك فاكتور، يعني اكثر ريسك فاكتور اذا عملت له موديفيكيشن you will reduce the risk of future MI. Most important modifiable risk factor. ثم بالنص كده جايبينها في التجميعات، فهنا حيكون الجواب smoking. عشان كده the most important intervention to reduce risk of future MI is smoking cessation. طيب. هذا السؤال القديم. في السؤال اللي قبل شوية هذا هو الجديد اللي ده. في سؤال ثاني يشبه اللي هو هذا السؤال. What is the most important preventable risk factor for dyslipidemia and coronary artery disease in females? Obesity, smoking, low sleep quality or physical inactivity. أهم حاجة smoking again. فهو يشبه السؤال اللي كان بيجي يتكرر السنة الماضية. هذا السؤال ما شفته دي السنة في التجميعات، بس السؤال اللي قبله شبيه فيه. هو في كلها تدور حوالين نفس النقطة. يبغى يقول لك انه ايش اهم فاكتور لازم اخلي المريض يوقفه عشان امنع انه في المستقبل تحصل له معاه، وهذا ينطبق على السموكينج. طيب هذه اسئله الاسكيميك هارت ديزيز او الكورونري ارتري ديزيز اللي يعني حتى عدي عليكم، ما ان شاء الله ما نكون فوتنا منها حاجه. هناخذ كده السؤالين وبعد كده بريك الصلاة. طيب بالنسبة للأرثميا خلينا نشوف. برضو كان في بعض الأسئلة الجديدة هذا السنة خاصة في الاتريال فيبريليشن. 77 years old female known case of asthma on salbutamol and migraine on ibuprofen presented to the hospital with AFib. What is the best management regarding anticoagulation? Aspirin, clopidogrel, aspirin, dipyridamole, oral anticoagulant. فهذه برضو حاعطيكم حاجة بيسك في الاتريال فيبريليشن، لأنه اتريال فيبريليشن is a major topic. حتمشي في التجميعات وتلاقي AFib في كل مكان، فلازم الكلام أو النقاط الأساسية هذه ما تضيع منكم. Management of anticoagulation في الاتريال فيبريليشن يا no anticoagulation، ما حاعطيه anticoagulation، أو حاعطيه anticoagulant. Anticoagulant يعني يا ورفرين يا الاورال انتيكواجولنت اللي عارفينها الابيكسابان والريفروكسيبان والدبيجاتران. هذه الميديكيشن هي اللي ممكن نستخدمها في الاتريال فيبريليشن او وارفارين. بس اسبرين هاز نو رول، كلوبيدوغريل هاز نو رول، والدايبردامول وات ايفر اللي هو واحد من الانتي بليتلت برضه ما له اي رول. وهذا السؤال سهل، ما يحتاج حتى احسب التشاد فاسكور فيه عشان اقول انه انديكيتد ولا لا. هو ما حط لك خيار no anticoagulation عشان يلخبطك ولازم تحسب السكور، لا، حط لك oral anticoagulant وميديكيشن ما لها أي علاقة في الافب. يعني هذه هي الغايدلانس في الاتريال فيبريليشن. شاد فاس سكور is low، no anticoagulation،
If CHA2DS2 score is high, give anticoagulation and consider anticoagulation. فهذه طبعا لو بنحسب CHA2DS2 score وحاعطيكم دحين هو لازم لازم ما تدخل الاختبار الا وانت يعني حافظه زي اسمك 77، هذه تاخذ 2 بوينت خلاص على طول حاعطيها anticoagulation. وهي في ميل برضو هذا 3، فهي CHA2DS2 score هنا عندها 3. فهذا واحد من الاسئله يعني السهله، ما هو ديفيكلت، واغلب اسئله الافت بهذا الشكل. نشوف هذا السؤال. 65 years old female non DM hypertension TIA diagnosed with AFib, calculate her CHA2DS2 score 3, 4, 5, 6. فهذا السؤال كان بيجي السنه اللي فاتت بنزله في الـ في الـ في الكورس، وهذه السنه تغير السكور او ما اعرف هم اضافوا معلومه في السؤال، يعني غيرت الاجابه. كان السنه اللي فاتت 5، كان البيشنت بس الايج كان اي ثينك 60، كان 60 years old. فهنا 65 1 female 2 3 4 5 6 for TIA، فهنا حيكون الجواب الصح 6. السنه اللي فاتت هو يا كان ميل او انه كان الايج 60، فهنا الإجابة تغيرت. فاللي أبغى أقوله لكم إنه أسئلة CHA2DS2 score بسيطة، بسهولة يقدروا يضيفوا لكم أسئلة عليها. لازم إنك تكون حافظ السكور زي اسمك، ما تحفظ الرقم. السؤال زي ما قلت لكم يشبه له، كان الجواب 5 ومن سنتي كان بيتكرر، هذه السنة السؤال يعني تغير الإجابة فيه. فأهم شيء ما تنسوه إنه إذا الـ age 75 or more هياخذ الـ patient 2 points for the age. والتي اي اي والستروك اللي السبب الاساسي انه بنعطي عشانها انتي كوغوليشن، هذه تاخذ 2 خلاص، الباقيه كلها تاخذ 1 بوينت، وهو هذا السكور. تمام، ستروك تي اي اي 2 بوينت، والايج 75 اور مور ياخذ 2، الباقيين كلهم 1. تحفظوه زي اسمكم، تعرفوها كلها هذه البارامترز. واهم حاجه انه بمجرد ما المريض يكون عنده 1 you will get anticoagulation. هم في الجايدلاينز يقول لك consider anticoagulation بس for the sake of MCQs، واللي بيصير في البراكتس انه بمجرد ما 1 بنعطي، بشرط ما يكون ال1 هذا عشانها فيميل، كده ما نحسبه، ما حنعطي anticoagulation خلاص. لازم يكون 1 بس 1 of the other parameters غير الفيميل. اذا 1 just because she's female ما حنعطي anticoagulation. حنحسب لها من 2 or more، يعني في الفيميل بنحسب 2 or more عشان اعطي الدواكس او الوارفرين. فدائما لما يخيركم بين الدواكس اللي هي الابيكسابان ريفاروكسابان او الدابيكتران، هي الاجابه الصح وهي البريفيرد في الافيب وهي اللي بنستخدمها، الا في مريض عنده مركب بروستاتيك هارت فال او مريض عنده افيب سكندري تو ميترال ستينوزس. لانه زي ما تعرفوا ميترال ستينوزس دائما يسوي اتريال فيبريليشن، هو كده الباثوفيزيولوجي لو بشرحها تاخذ وقت، بس انه دائما بيعمل اتريال فيبريليشن. لو قال لك هذا المريض نون كيس اوف ميترال ستينوزس، هذا ما تحسب له CHA2DS2 score خلاص، سبب الافيب ميترال ستينوزس، ما نحسب CHA2DS2 score، وعلى طول ابدا انتي كواجوليشن. والانتي كواجوليشن المستخدم وارفرين وليس الدواكس. نفس الشيء البروستاتيك هارت فالف، اذا المريض عنده اتريال فيبريليشن ومركب بروستاتيك فالف، او بشكل عام هو بس مركب، اي مريض مركب بروستاتيك هارت فالف لازم نعطيه انتي كواجوليشن، لانه عندهم هاي ريسك اوف ثرومبوزس، واللي بنستخدمه دائما فيهم الوارفرين، اذروايز بنستخدم الدواكس. طبعا هذا الكلام ما ينطبق على البي اي، الانتي كواجوليشن في البي اي هذا قصته ثانيه في البلمو، يعني ما لها علاقه هنا انا اتكلم هنا عن الاتريال فيبريليشن بس. الانتي كواجوليشن بريفيرد، هم ما وصلوا صراحه يسالوكم في ذا الليفل. الاسئله زي ما شفتوا كلها ستريت فورورد، يعني فيها شويه تشالنج بس ما هو زي اسئله هذه بنشوفها اكثر في البورد، بس مهم تكونوا عارفين المعلومه just in case انه الدواكس is better than warfarine الا في mitral stenosis AFib او مريض مركب prosthetic heart valve. هنا ما سووا study اصلا على الموضوع. طيب حنكمل. سلايد واضح بيتحرك، ارسلوا لي في الشات. تمام، طيب نكمل في أسئلة الأريتمية. هذا السؤال وهذا واحد برضو من الأسئلة الجديدة هذه السنة. 54 years old male known case of hypertension TIA AFib on warfarin
for the last 6 months, there is no AFib attack. ECG shows regular sinus rhythm. What is the best management regarding warfarin? Continue the same dose, decrease the dose, stop warfarin, add aspirin. فهنا النقطة المهمة اللي يبغوا يلخبطوكم فيها انه الاتريال فيبريليشن وقف. هذا المريض اخر 6 شهور ما عنده اتريال فيبريليشن، فالمفترض انه يعني المانجمنت اللي ممكن انها تتغير المانجمنت اوف ريت والريذم، يعني لو كان المريض على بيتا بلوكرز، لو كان المريض، هذه هي اللي فيها كلام وفيها لخبطه. لكن زي ما قلنا قبل كده، بمجرد ما تشاد فاسكور بيكون more than two or more في قصدي one or more في الميل و two or more في الفيميل، على طول حياخذ المريض anti coagulation for life. حتى لو ما كان في اي atrial fibrillation الان والريثم كان controlled والrate controlled، الانتي كواجوليشن مانجمنت ما حتتغير، لانه في اي لحظه ممكن يحصل سادن بروكسيزمال افيب وبيرجع ثاني. ففي هذه الحاله حيكمل المريض على نفس الدوز ويكمل على الورفرين. طيب 66 years old male patient, known case of dilated cardiomyopathy, came for routine checkup, is asymptomatic, blood pressure is normal, heart rate is tachycardia with irregular rhythm, ECG shows atrial fibrillation. What is your next step to manage this patient? Electrical cardioversion, digoxin, bisoprolol, or pyrabamine? هذا مريض، هذه أسئلة الاتريال فيبريليشن ستريت فورورد. مريض AFib stable. Next step المفترض إنه نعطي إيه؟ بيزوبرولول اللي هو البست فور ريت كنترول، حتى في مرضى الكونجستيف هارت فيلير زي ده المريض اللي عنده دايليتد كارديوميوباثي وعنده هارت فيلير. في كورسات ثانية وفي أماكن ثانية حتلاقوهم لخبطين حاطين لكم ديجوكسين هو الجواب، مع إنه في جزئية في أب تو ديت في توبيك كامل للريت كنترول أو للإنيشال مانجمنت في الاتريال فيبريليشن، كارديو سيلكتيف بيتا بلوكرز is superior to ديجوكسين even in patient with congestive heart failure. فدائما اختاروا بيزوبرولول والكارفيدولول والميتوبرولول اللي هي وحتى البروبرانولول يستخدموه بعض الأحيان for rate control في الاتريال فيبريليشن. طيب هذا واحد من الأسئلة الجديدة برضو بيديا، بس يعني cardiology question، يعني ممكن يجيكم بيديا ممكن يجيكم adult, it's the same. أهم شيء إنه تكون عندكم نفس الفكرة اللي أبغى أوصلها من السؤال. البيشنت هذا جاي بـ recurrent syncope وبالبيتيشن، ECG shows narrow complex tachycardia with 250 to 290 beats per minute. Which of the following is the most likely diagnosis? Atrial flutter, atrial fibrillation, supraventricular tachycardia ولا ventricular tachycardia. أنا ما أعرف هذا السؤال، طبعا هو في التجميعات بالنص كده جاي وكل الأسئلة يعني نحطها زي ما تيجي يعني، بس ما أعرف إذا كان السؤال فيه صورة ECG أو لا. في كلا الحالتين مريض تاكيكارديا more than 250 أو حتى more than 200 it's SVT until proven otherwise. حطوا في بالكم ده الشيء، إذا كانت narrow complex يعني جاية من الاتريوم، يعني هي atrial tachycardia، فأنا محتار بين atrial flutter atrial fibrillation و SVT اللي هي supraventricular tachycardia. الريت لما يوصل لهذا الليفل رقم واحد نفكر فيه الـ SVT، وخاصة أنه ما قال لي أنه irregular rhythm، فهو بين الاتريال فلتر والاس في تي، بس اتريال فلتر does not cause usually heart rate الى هذا الليفل. فهي هذه النقطه اللي بوصلها، ممكن يجي السؤال ادالت، ممكن يجي بدياتريك، ايا كان ريت بهذا الشكل يو هاف تو ثينك اباوت اس في تي، خاصه لما يقول لكم هذه الجمله اللي نارو كومبلكس تاكيكارديا، وانتم عارفين انه كل الاي سي جي اللي هنا في التشويسز الفلتر والفيبريليشن اس في تي والفي تاك من اهم الاي سي جي اللي لازم تقروه قبل اختبار الهيئه، يعني لازم تعرف وتفرقوا بينه. هو اتس ايزي يعني ستريت فورورد، وعاده الاي سي جي تكون واضحه يعني اغلب اللي مرت علي. بالارثميا يعني ان شاء الله ما حتواجهوا مشكله في الاي سي جي، بس لازم تراجعوها قبل الاختبار. وبعض الاحيان اذا الريت شفتوه بهذا الشكل او في السؤال بالنص كده اتس ايزي ستريت فورورد على طول يكون اس في تي. طيب 43 years old male presented to ER with syncope and hypotension. ECG showed SVT. What is the next best next step? IV adenosine defibrillation, cardioversion, or IV metoprolol. فهذا السؤال يعني من الأسئلة
اللي توضح لكم. يعني انا كل سنه بعيد نفس الجمله هذه للي يحضروا الكورس، اقول لهم انه احنا في الكورس هذا بالتحديد بنتكلم عن ابروتش، وبنتكلم يعني عن جزئيه كامله. لما يسالوكم فيها ما حتطلع الاسئله عن الجزئيه عاده، هذا في الاغلب يعني ما تطلع عن الجزئيه اللي بنذكرها. فهذا السؤال الجديد، في سؤال السنه الماضيه حوريكم هو بعده، كلها بتدور حوالين نفس الفكره اللي هي المانجمنت اوف اس في تي. فانا عشان كده دائما بشرح الابروتش، الباقي يكون عندكم انتم، يعني حتى لو غيروا الاسئله ما حتواجهوا مشكله. مريض انستابل هافينج اس في تي، the management should be with electrical cardioversion، نفس ما بنعامل الاتريال فيبريليشن والاتريال فلاتر. اي مريض جاي ب تاكيكارديا، اللي هي الاتريال تاكيكارديا سواء سوبرا فنتريكولا او اتريال فيبريليشن او اتريال فلاتر، وكان هايبوتنسيف او كان عنده سينكوبي، يعني هنا حتى لو ما كان هايبوتنسيف سينكوبي، هذه انستابل بيشنت، على طول بنعمل كارديوفيرجن. ايش هو طيب الديفيبريليشن؟ هنا ممكن البعض يلخبط بعض الاحيان في التشبيهات بيحلو ديفيبريليشن. ديفيبريليشن هذا في الفنتريكولر فيبريليشن وفي البلسلس فنتريكولر تاكيكارديا. يعني مريض عنده فنتريكولر فيبريليشن، عارفين الفنتريكولر فيبريليشن اللي هو خط متموج كده ما له اي معنى، بيكون لو شفتوا الاي سي جي في فيب، هذا على طول البيشنت بعدها والارست. الثاني اللي هي الفي تاك الفنتريكولر تاكيكارديا، بس تكون بدون بلس. لو كانت بدون بلس بنعاملها نفس معاملة الفيفب اللي هو الفنتركولار فيبريليشن. هذه الحالتين الوحيدة اللي تختاروا فيها الديفيبريليشن. وعادة في الهيئة ما قد عدى علي سؤال، يعني لما نشرحها كنت أيام الكلية أو على أسئلة الكورس الكلية، هي اللي بنتكلم عن الديفيبريليشن أكثر، إنه الفنتركولار تكاد. هنا عادة يسألوا في الاتريال تكيكات الاس في تي والأفب والاتريال فلاتر، فهذه إذا البيشنت أنستابل هنعمل له كارديو فيرجن. تمام. طيب شايفين الخيارات هنا دحين، هذا السؤال السنة هذه جديد. شوف السؤال اللي كان السنة اللي فاتت بشرحه. 36 years old male patient presented to the hospital with palpitation for 6 hours. Blood pressure is normal. Heart rate is 122. It's regular ECG shown below. What's your next step to manage this patient؟ في الـ ECG لسه اللي هي كنا نتكلم عنها نارو كومبلكس تاكيكارديا، اتريال تاكيكارديا، فهذه هي السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا، والمريض ايش؟ ستيبل، يعني بس عنده بالبيتيشن، ما عنده سينكوبي، ما عنده شورتنس اوبريت، ما عنده انجينا، وما عنده هايبوتنشن، اللي الحاجات حقت الانستيبل بيشنت. ففي هذه الحاله نبدا في المانجمنت اللي هي الستيبل بيشنت. اول ستيب كاروتيد مساج والفالزالفا مانوفر والحاجات هذه، فهنا الجواب حيكون كاروتيد مساج. إذا ما نفع السكند ستيب، قال لك عملنا كاروتيد مساج، عملنا فالزالفا مانوفر ما نفعت، نيكست ستيب اي في ادونيسين اللي هي السكند ستيب. هذا سؤال لسه ما جاء، اتوقع قدام في المستقبل ممكن هو اللي حيجي. مريض ما سوينا له كاروتيد مساج ما زبط، ايش حتسوي له؟ حتعطيه اي في ادونيسين. فهذا السؤال لما كنت بشرح كنت اقول لهم اذا البيشنت انستابل دو الكتريكال كارديوفيرجن، وهو السؤال اللي جاء هذه السنه. فعشان كده دائما هذه الابروتش او الحاجات اللي بتكلم عنها سواء كانت بالالجوريثم او يعني بذكرها ورق اشرح السؤال، ركزوا فيها وسجلوها عندكم، لانه الاسئله ما غالبا ما تطلع عنها، يعني نادر يشطحوا كده خارج هذه الحاجات. ف انستابل الكتريكال كارديوفيرجن، اذا ستيبل فيجل مانوفر وذ كاروتيد مساج اور فالسالفا، اف فيل هذا لسه السؤال ما جاء ممكن يجيكم، حتعطوا اي في ادينوسين. قال لكم ما نفع الاي في ادينوسين، ايش حتسووا؟ ريبيت اي في ادينوسين، ما نفع نعيده 3 مرات زي اللي بنسويه في البراديكارديا في الاتروبين، بنعامله نفس المعامله هنا في الادينوسين، بنعيده 3 مرات، فالمفروض انه يزبط بعدها عاده، يعني تزبط. فحطوا ده الشيء في بالكم خلاص. لا يعني كده هذه اسئله الاس في تي، يا يجيب لك دايجنوزيس باي اي سي جي او المانجمنت باللي انتم شايفينها. ف يعني ان شاء الله ما تطلع الاسئله عندي النقاط. طيب نشوف. ايوه هذا السؤال، هذا برضه سؤال جديد، وهو اللي قلت لكم هنتكلم عن الابروتش للبراديكارديا. 76 years old male patient presented to the hospital with transient loss of consciousness. His blood pressure is fine but his heart rate is 40. What is the best next step? Electrical cardioversion, pacemaker placement, IV atropine ولا فيرابامين؟
فهذه نفس تشبه سؤال الام اي اللي في الاسكيميك هارت ديزيز تكلمنا عنه، مريض جاي ببراديكاردي بس هذا كان هايبوتنسيف، هذا عنده سينكوبي كلهم انستابل، فايش حنسوي؟ المفروض نعطي اي في اتروبين، هذه هي المانجمنت براديكارديك بيشنت سواء كان هايبوتنسيف كان نورموتنسيف، نسميها سيمبتوماتيك براديكاردي. شوفوها هنا هذا الابروتش، هذه من هذه الالجوريثم من الاي سي ال اس، خلاص هنا كلام فاضي ما عليكم منه، اهم شيء بيرزيستنت برادي اريثميا كوزنج هاي بوتنشل رقم واحد، رقم اثنين الترد منتل ستاتس اللي هي سينكوبي، رقم ثلاثه اسكيميك تشست ديسكمفورت يعني انجينا، رقم اربعه اكيوت هارت فيلير يعني شورتنس اوف بريث، ساينس اوف شوك ما عليكم منه اللي هو هاي بوتنشل والحاجات الشوك. فهذه الاربعه اذا موجوده اتروبين، اف اتروبين از ان افكتيف طبعا بنعيد الاتروبين زي ما انتم شايفين، فيرست دوز 1 ملي جرام ريبيت افري 3 تو 5 مينتس ماكسيمم 3 ملي جرام اللي 3 دوزز بنعطي من الاتروبين، بعد كده نكست ستيب ترانسكوتينوس بيسنج، وبعد كده بيرمننت بيس ميكر بليسمنت. اذا كانت لا طيب واحد الهارت ريت 40، وبعض الاحيان بنشوف مرضى كده يجي براديكارديك سيفير براديكارديا بس انه He's stable. Blood pressure كويس. ما في syncope. ما في altered mental status. ما عنده شيء. We observe them. ما نسوي لهم شيء. نتابع بس نحطه على cardiac monitor و close monitoring للمريض. فهي هذه management of bradycardia. ممكن يجيبوا لكم هي. دحين احنا يعني هنا. السؤال اللي بيجي هنا. ممكن يجي سؤال هنا. في جزئية اللي هي monitor and observe يكون stable patient. خلاص. فهذه البراديكارديا. كده خلصنا الارتميا. ان شاء الله ما في سؤال يطلع عن اللي قلناه. نتكلم عن الكونجستيف هارت فيلير، أسئلة الهارت فيلير كثير بس يعني مكررة بنسبة كبيرة، ما جابوا أسئلة كثيرة جديدة، حنتكلم في البداية في الأسئلة الجديدة اللي شفتها، بس الباقي اللي هي حقة الأبروتش أو البيسك في الهارت فيلير هي نفسها ونتكلم عنها في الأخير. طيب 65 years old male known case of heart failure came with lower limb edema and ascites, he's on ACE inhibitors of furosemide. Examination revealed large ascites. Which of the following is the best next step? Give IV diuretics, therapeutic paracentesis, increase the dose of furosemide, add spironolactone. فهذا سؤال جديد وصراحة challenging شوية. يعني ما يعني يحتاج تعرف التدرج اللي بنمشي عليه في الهارت فيلير مانجمنت لما يجي بيشنت ويدي كومبنسيتد هارت فيلير. هذا المريض عنده ascites. It's mainly رايت سايد لو تلاحظوا. يعني عنده لور لمب إديم وأسايتس، ما في مشاكل كثير بالمونري وكراكلز وكريبيتيشن. لا أكثر شيء عنده لارج أسايتس. وهذا يعتبر دي اتش اف أو دي كومبنسيتد هارت فيلير. خلاص. ففي هذه الحالة هيز أوريدي أون أورال دايوريتكس أند إتس لارج أسايتس. وهذه النقطة مرة مهمة. يعني يعطي العافية اللي نقلها من التجميعات كلمة مرة مهمة. examination revealed large ascites or massive ascites. فهذا ما حينفع في الاورال. He's already on oral Lasix or oral furosemide. فدول البيشنت عادة we admit them for IV diuretics. خلاص. يعني next step IV Lasix or IV diuretics. We increase the dose of IV. We titrate it. نشوف هل حيتحمل أو يتحسن أو لا. إذا still symptomatic next step اللي هي to add أو تدوغس ثيرابيوتيك باراسنتيسيس أو اللي هو درينج للفلويد، نركب لهم درين أو بكتيل تو درين الأسيتيك فلويد. فهذا أكبر شوية السؤال على البورد يعني ممكن، بس إنه هنا it's easy. مريض جاي دي اتش اف سواء كان بالمونري أو كان أسايتس ماسيف أسايتس، دول يتعالجوا بأي في دايوريتكس. ما ينفعني بس أزود الدوز ودائما يحلوا increase the dose of furosemide. مدام قال large ascites أو massive ascites في هذه الحالة ما حينفع. يعني you need IV diuretics. هي هذه بتلاقوا هذا الابروتش كامل في up to date how to approach patient with decompensated heart failure. طيب نشوف السؤال الثاني، هذا برضو very challenging يعني شوية أصعب. 72 years old male known case of congestive heart failure on ACE inhibitors spironolactone furosemide presented with hypotension admitted and started on IV fluids, labs shows increased urea and creatinine and fraction of excreted sodium 0.6%. What is the best next step? هنزود الفيرسامايد ولا هنزود السبانولاكتون ولا نزود الفلويد كيرفولي ولا نزود الليزنوبريل؟ فهنا يعني جزئيا هذا السؤال نفرو question
او مو نفرو بس يعني مهم في الاكيوت كيدني انجري بتلعب دور. يعني اللي عارف الابروتش كويس للاكيوت كيدني انجري حيعرف يجاوب هذا السؤال. هنا اهم نقطه انه المريض عنده اكيوت كيدني انجري وعنده هاي بوتنشن وهيز نون كونجستيف هارت فيلير هي دازنت هاف ديكومبنسيشن. انتبهوا لهذه النقطه is not decompensated يعني ما عنده ما ذكر انه في كراكلز وفي اسايتس وفي شورتنس اوف بريث. لا هو على ليزكس ريجولر ليزكس اي مريض هارت فيلير عاده يخرج على ليزكس بعد ما يجيهم decompensation لازم يخرج على اورال فيرسامين. فهنا المريض جاي بي هاي بوتنشن جاي بشوك وذس شوك عامل اكيوت كيدني انجري والاكيوت كيدني انجري هذه شوينج fraction of excreted sodium 0.6% يعني انه less than 1%. واحنا دائما نقول انه اذا الصوديوم is not lost in the urine يعني الكيدني is not losing enough sodium فهنا رقم واحد different سبريرينال هذه بريرينال acute kidney injury. secondary غالبا حصلت لهايبوتنشن فالمانجمنت يفترض في البريرينال عادة بنعالجهم بالIV fluid so you need to increase the fluid carefully. بس أهم نقطة إنه ليش carefully؟ لأنه heart failure patient يعني المريض الطبيعي نبدأهم من الجرام بير كي جي يعني لو وزنه 70 الفلويد مثلا أو هذا في حالة هذا المريض hypotensive فما حنعطيه maintenance حيكون resuscitation. فبدل مثلا ما تعطي بولس 500 لا حتديهم 250 أو 200 ml تكون careful with the fluid لأنه الإجكشن fraction أو عندهم low ويحتاج يعني careful monitoring with للفلويد with input output chart. فهنا الصورة إن شاء الله تكون وضحت لكم إنه not all patient with heart failure على طول حصلهم increase Lasix أو increase furosemide أو spironolactone أو lisinopril. The issue here is not heart failure. He's coming with high potential يعني هو جاي بشوك والشوك هذه ممكن إنها تكون ايا كانت تايب هي سيبتيك هي هايبوفوليميك وهذا الاغلب. المهم انها عملت اكيوت كيدني انجري ويحتاج المريض فلويد ريسسيتيشن تو يعني امبروف اللي هو البلد بريشر. فان شاء الله تكون وضحت النقطه هذه. في الاكيوت كيدني انجري اعرف انه الفراكشن اوف اكسكريتد صوديوم مره مهم. اذا كان هاير ذان 2% ففي هذه الحاله حنفكر في انه رينال كوز ونفكر glomerulonephritis والحاجات هذه لكن less than 1% على طول pre-renal وفي هذه الحالة حنعطي fluid. طيب 61 years old male patient known case of DM hypertension came for routine check-up and was found to have LV enlargement and ejection fraction of 40%. His ECG is normal, he's asymptomatic. What is the most appropriate next step? فهذا واحد من الكومون سيناريوز اللي دائما بيجيبوها من السنه اللي اختبرت فيها دائما يجي سؤال شبيه بهذا يتغير السيناريو شويه بس الكور اوف ذا كويستشن از ذا سيم. مريض عنده النقطه الاهم في هذا السؤال الايجكشن فراكشن وصل ل 40%. فاذا هذا المريض ما عنده ديكومبنسيشن حختار اس انهيبيتورز على طول على طول. طيب هيز اسيمبتوماتيك لسه ما دخل في سيمبتومز هذا ستيج 1 هارت فيلير اونلي structure بنسميها heart disease لكن ال he's still يعني he's still he's asymptomatic بس الإجكشن fraction is reduced. في هذه الحالة تبدأ ACE inhibitor. تأكد بس إنه asymptomatic يعني ما عنده decompensated heart failure ووقتها حنعطيه إيش furosemide. خلاص حنشوف السؤال اللي بعد كده بعدين هتكلم عن الابروتش اوف كونجستيف هارت فيلير بالكامل اللي هي دائما برضو نفس فكره الاسكيميك هارت ديزيز. الاسئله تلف وتدور حوالين نفس النقطه اللي بنراجعها. فهذا 71 years old male patient known case of congestive heart failure came to ER with shortness of breath orthopnea BND hepatomegaly lower lymph edema basal crackles يعني عنده الفول باكج اوف DHF he's decompensating. What is your next step in managing his condition? Start spironolactone, start furosemide, start captopril or start nifedipine. ففي هذه الحالة حنبدأ طبعاً furosemide. خلاص. ليش؟ لأنه زي ما ذكرنا he's decompensating. فهذا برضو واحد من الأسئلة دي يعني ثابتة في اختبار الهيئة. مستحيل يشيلوه. دائماً موجود. هو سؤال الACE inhibitors دائماً موجودة. فيعني تحفظوها زي اسمكم تعرفوها.
طيب هذا السؤال جديد للسنة برضو في الهارت فيلير مانجمنت ستيب، برضو اجين نفس الابروتش اللي بشرحه كل سنة، جابوا سؤال بس ما طلع عن نفس الكلام اللي بنقوله. 65 years old female known to have hypertension congestive heart failure controlled on برندوبريل and Lasix. Which of the following should be added to his her treatment? طيب beta blocker, spironolactone, calcium channel blocker or digoxin. فهنا حيكون الجواب الإجابة هنا حتكون المريض على برندوبريل already بياخذ S inhibitors. The next step أو الإضافة الجديدة اللي حضيفها له beta blockers. خلاص is not decompensating، ما عنده symptoms، ما ذكر انه في السؤال عنده اي symptoms، المفروض انه نضيف له بيتا بلوكرز حتى لو ما كان عنده symptoms. او يعني الابروتش للهارت فيلير اول ما ينزل الايجكشن فراكشن ل 40 whether symptomatic or asymptomatic حبدا اس inhibitors. خلاص طبعا لو asymptomatic قبلها الليزكس بعدين نضيف الاس inhibitor، وبعد كده اسيب اسبوعين بعد كده يجي الكلينيك نضيف البيتا بلوكرز على طول حتى لو ما في انكريز في السيمتومز مور شورتس اوف بريث مور وذ اكزيشن ما يفرق بيتا بلوكرز على طول وبعدها بكم اسبوع حنضيف سبارونلاكتون اللي هي الانتي هارت فيلر ميجر. شايفين هذه ما بتطلع عاده الاسئله عنها. اجين يو ستارت فيرست وذ ايس انهبيتورز ذن يو اد بيتا بلوكرز ذن يو اد سبارونلاكتون اند از فور ليزكس اللي هي الديوريتك اني تايم البيشنت يجي وذ كونجستشن هي الفيرست ستيب symptomatic relief بعدين نتكلم عن step approach هذا اللي بنمشي فيه. طيب الديجوكسين زي ما قلنا دائما it's rarely the correct answer نادر ما بنستخدمه إلا إذا المريض عنده AFib ويحتاج rate control وما نفعت البيتا بلوكرز أو والأربس عادة replacement للS inhibitor in a patient with dry cough ما قدر يستحمل الكابتوبريل أو الليزنوبريل عملت له dry cough what's your next step change to valsartan او اللوسارتان او اللي هي الاربس. دائما الاسئله كلها حوالين دي النقاط. طيب هذا السؤال برضو هذا واحد برضو من الاسئله الجديده دي السنه واتس يعني اولويز دائما بنشرح النقطه دي فما اتوقع فيها مشكله يعني ما هو سؤال صعب. which of the following is expected to decrease mortality in patient with heart failure pyrazinamide lisinopril digoxin nitroglycerin. فالجواب الصح حيكون lisinopril طبعا S inhibitors beta blockers هذه هي S inhibitors beta blockers وال spironolactone هذه هي الميديكيشن اللي تقلل المورتاليتي وتحفظوها دائما زي اسمكم لانه اي واحد منا ممكن يجي. طيب نيجي للجزئيه اللي بالكامل جديده دي السنه ما كانت موجوده في الكورس السنوات اللي فاتت اللي هي جزئيه الهايبرتنشن. بس الهايبرتنشن كانت قليله وستريت فورورد ما كنت يعني أزعج نفسي أصلاً وأضيفها، لكن دي السنة تقريباً في 7-8 أسئلة كلها أسئلة جديدة وكلها على الهايبرتنشن. ويعني أول نقطة أبغى أركز عليها الأبروتش، تعرف كيف تختاروا أنتي هايبرتنسيف. إذا المريض كان نون أفريكان أمريكان تمام، if he's more than 55 هتختاروا كالسيوم تشانل بلوكرز، إذا كان less than 55 تختاروا ACE inhibitors. في الالدرلي دائما بفضل الكالسيوم شانل بلوكرز، في اليونج دائما بفضل الاس انهبيتورز. كده ستاديز يعني اتس مور افكتيف بتكون في المرضى في هذه الايج جروب. في الافريكان امريكان بيشنت نو رول فور اس انهبيتورز نتجنبها. لو شفنا مريض اس على افريكان امريكان اور بلاك بيشنت اون اس انهبيتورز يوجوالي وي تشينج ات تو كالسيوم شانل اور ثايزايد لانها مور افكتيف ان ذس بوبيوليشن. طيب مريض وهذا حتشوفوا أسئلة لين خلاص في التجميعات على دين ثلاثة دي بالذات الدي ام والسي كي دي، يعني أنا حطيت بعضها بس خلاص صار الموضوع نفسه نفس السؤال بس بيتكرر بسيناريو مختلف. هايبرتنسيف ودي ام حتضيفوا له اس انهبيتورز على طول هي الجواب الصح. جاب لك دي ام وهايبرتنشن حتضيف اس انهبيتورز. هايبرتنسيف وكرونيك كيدني ديزيز اتس اوكي تو يوز اس انهبيتورز. اس انهبيتورز في الاي كي اي او في الاكيوت كيدني انجن نوقفها، لكن في الكرونيك كيدني ديزيز بالعكس هي الافضل خاصه يعني في الهايبرتنسيف بيشنت. طيب وفي الكورونري ارت ديزيز والكونجستيف هارت فيلر زي ما قلنا اس انهبيتورز ريديوسز مورتاليتي ضروري ولازم هي الفيرست لاين. طيب في الاسينشال تريمور والهايبر ثايرويديزم والمايجرين
وإذا المريض هايبرتنسيف بيتا بلوكرز بس not as a management for hypertension as much as its management for hyperthyroidism والessential tremors والmigraine. يعني هي جزء من العلاج كده بنضيفها بس عشان هذه الكونديشن أكثر من إنها for hypertension. ليش؟ لأنه البيتا بلوكرز is not a first line anti-hypertensive و very weak anti-hypertensive. نستخدمها يعني ممكن only as a first line في coronary artery disease, وحتى في هذه الحالة عادة نبدأ ACE inhibitors بعدين نضيف البيتا بلوكرز. تمام, فهذا كده الابروتش. هذا السلايد ان شاء الله ما يخرج عنه اسئله الانتي هايبرتنسيف. طيب اول سؤال, what is the recommended age to start screening for hypertension in low risk population 19 25 35 ولا 50؟ فهذا برضه سؤال دي السنه. اهم حاجه شوفوا اسئله السكرينينج, يعني سواء في المواضيع اللي حشرحها في مواضيع سيرجري في مواضيع وبي, اسئله السكرينينج تروحوا في جوجل تكتبوا تاسك فورس ريكومنديشن فور سكرينينج, تاسك فورس ريكومنديشن فور سكرينينج, حيطلع لكم اول رابط تدخل عليه. هذه هي الريكومنديشن العالميه اللي متبعه في كل المستشفيات للسكرينينج وهي اللي يبغوها في الاسئله. فأنا أرسلتها للزملاء اللي بياخذوا تريننج معايا في المستشفى, كل الأسئلة ما بتطلع عن اللي موجود في الجدول, في جدول بالكامل الأسئلة ما بتطلع عنه. من ضمنها هذه النقطة هتلاقوا فيه الهايبرتنشن to start screening at 19. في سؤال ثاني عندكم الدي ام, لأني لاحظت هذه السنة كل السكريننج الموجودة في الدنيا جايبين أسئلة عليها, أسئلة مرة كثير. فحنشوف في الاندوكراين سؤال الديابيتس, هنا في الهايبرتنشن في اللو ريسك بوبيليشن تبداوا ات 19. هم يحطوا عاده رينج في الديابيتس حاطين من 35 الى 75 او ايا كان العمر. انت تاخذ الاصغر او العمر الاصغر لانه يبغى متى تبدا سكرينينج, تبدا سكرينينج ات 19. فهذا بالنسبه لاول سؤال. تمام, فالتاسك فورس ريكومنديشن هي هذه الجهه اللي بتعمل الريكومنديشن لل, وأتوقع أنكم تعرفوها بس يعني just in case اللي هذا ترجعوا لها للجداول حقة الـ recommendation. طيب 43 years old male known to have hypertension started on ACE inhibitors and this and then his creatinine increased from 1.2 to 1.5. His potassium is high. What is the best next step? Add thiazide diuretic, continue same regimen, switch to amlodipine, add beta blocker. فهذا برضو سؤال ما كان موجود في السنين اللي فاتت, وشوية يعني في جزئية خلته سهل بس كان ممكن إنه يكون صعب. إيش هي؟ المريض هذا عنده هاي بوتاسيوم, ما حطوا الليفل في ال, أنا متأكد في السؤال موجود الليفل بس بالتجميعات ما حطوا الليفل. His potassium is high, حنفترض إنه more than 5 or more than 5.1. ففي هذه الحالة you need to switch or stop the ACE inhibitors أو تحوله لأذر medication. دور على طول على الإجابة اللي فيها switch to other medication أو إذا في stop ACE inhibitors هي الجواب الصح. فهنا ما ينفع أكمل على S inhibitors عاملة هايبركاليميا, هذه ما فيها نقاش ومرة مهمة. النقطة الثانية, متى أوقف الـ S inhibitors في حالات الـ acute kidney injury؟ تمام, فهنا لازم يكون الجمب أو الانكريز في الكرياتينين 30% or more. هتلاقوها موجودة في up to date هذا الرقم كده بالضبط. إذا كان more than 30% increase في الكرياتينين from the baseline, يعني baseline عند هذا المريض كان 1.2, تمام, زاد لي 1.5, الانكريز هذا لو حسبتوه percentage هيطلع لك 25%. يعني إيه؟ يعني حكمل على ACE inhibitors. يعني لو السؤال جاء بس بهذه الجزئية, بس بجزئية الكرياتينين, حتكملوا على ACE inhibitors. ليه؟ لأنه الانكريز هنا by 25%. فهذه أنا شرحتها للزملاء اللي معايا كيف يحسب البرسنتج وبعدين ندمت. فيعني شوية فيها الرياضيات. طيب it's easy, يعني ما هي صعبة, فحقولها لكم بشكل سريع. لما يجيك بهذا الشكل, يعني البيس لاين اللي هو 1.5 كم زاد اللي هو 1.5 من 1.2 ل 1.5. فاللي حتعمله بكل بساطة انه ال 1.5 هذه تطرحها من 1.2 حيطلع لك كم؟ 0.3 اللي هو الفرق بينهم, يعني تجيب الفرق بين الرقمين هذه يطلع لك 0.3. ال 0.3 هذه تقسمها على البيز لاين اللي عندك الكرياتينين اللي هو 1.2
هيطلع لك 25 خلاص 25%. It's easy، ما هي صعبة. تطلع لك 0.25 تضربها في 100 تطلع لك 25%. فهنا الزيادة نسميها not significant enough to stop S inhibitors. لأنه في سؤال ثاني بس ما هو واضح صراحة في التجميعات، إنه يعني it's very poor recall. فعشان كده أنا بشرح دي النقطة، عشان لو جاء السؤال هذا ما تواجه المشكلة دي. إنه هنا بنختار C عشان البوتاسيوم is high. Not because the creatinine jumped. Creatinine only increased هنا by 25%. كيف عرفنا؟ 1.5 ناقص 1.2 حيطلع لي 0.3 اللي هو الفرق بينهم. أقسمه على البيزلاين اللي عندي اللي هو 1.2 حيطلع لي 25. But this is not significant. لازم يكون more than 30%. إن شاء الله تكون وصلت. إذا ما فهمتوها ما حيفرق. أهم شيء تعرف الجواب إنه هنا we will switch to amnidibine. طيب. 58 years old male known to have hypertension and DM found to have proteinuria. Which of the following medications should be started? Hydrochlorothiazide, lisinopril, propranolol, ولا losartan. فهذا المريض عنده إيش؟ عنده DM وhypertension. انتهى. طيب لو كان DM with proteinuria بدون hypertension، في كل الحالتين حنضيف lisinopril أو ACE inhibitors. احفظوها زي اسمكم. في diabetic patient to protect the kidney you need S inhibitors. بمجرد ما يبدأ الألبوم من creatinine ratio يزيد لازم على طول تبدأ S inhibitors. فهنا سواء كان hypertensive patient or not the best medication is S inhibitors أو lisinopril. فit's easy question ولازم إنكم تعرفوا دي المعلومة اللي لسه دوبنا شرحناها في أول سلايد. طيب which of the following is a side effect of S inhibitors؟ class B in pregnancy، hyperkalemia، diarrhea، or reproductive cup. Easy question. يعني سهل و straight forward، بس أنا أبغاها هنا عشان تعرف السايد effect of S inhibitor. كل شيء عن الS inhibitors لازم تكونوا مدركين، لأنه أكثر شيء في الكارديو بتيجي عليه أسئلة دائما من الS inhibitors. فهنا it's easy طبعا أنه hyperkalemia، الكف dry cuff مش productive، وفي البريجنسي it's prohibited تماما، ما يستخدم أبدا، ما هو class B. فهنا يعني هذا easy straight forward question. طيب which of the following is the most important intervention to control hypertension؟ weight loss، smoking cessation، healthy diet، ولا exercise؟ فهنا هذا السؤال يعني برضو واحد من الأسئلة الجديدة. لو بحثت كان في جدول كل واحد من هذا الريسك فاكتور الريدكشن فيه قد إيش بينقص البلد بريشر، فهتلاقوا انه الويت او الويت لوس از نمبر 1. يعني كل تقريبا 1 كيلوغرام ديكريز في الويت بينزل السيستوليك بلد بريشر باي 5 مليمتر اوف ميركوري. هذا كان اعلى رقم في الجدول. فبكل بساطه يعني او بكل عشان اكون ستريت فورورد، الموست امبورتنت از ويت لوس عشان انزل او أنقص البلد بريشر. ما هو معناته باقي الانترفنشن هذه ما هي مهمة، كلها مهمة، بس السموكينج سيسيشن هذا بالعكس في اختلاف. يعني هتلاقوا في الموضوع في مصادر بتقول لا بالعكس السموكينج ديكريز بلد بريشر، فسموكينج سيسيشن از نوت. بس الشيء الصح انه المانجمنت اوف هايبرتنشن زي ما حنشوف في السؤال اللي بعده شد ستارت، أو في السؤال اللي في واحد من الأسئلة في محاضرة الإندوكراين إن شاء الله هنتكلم عنه. هايبرتنشن والديابيتس دائما نبدأ طبعا بشروط معينة. في الديابيتس نبدأ بلايف ستايل موديفيكيشن. هنا في الهايبرتنشن أهم لايف ستايل موديفيكيشن is weight loss. تمام. فهنا حيكون الجواب عن جزئية الريسك فاكتور مختلفة عن اسكيميك هارت ديزيز. لما كنا نقول smoking cessation هنا صار weight loss is the most important. طيب هذا السؤال مهم برضو، واحد من الأسئلة برضو اللي بتنحل غلط كثير. 76 years old male came to the clinic for routine checkup. His blood pressure is 152/95 for the first time. What is the best management? Ambulatory blood pressure measurement. Start antihypertensive medication. Measure blood pressure twice later in the clinic. ولا measure blood pressure twice at home. فهذا السؤال هترجعوا في up to date، في اكتب كده diagnosis of hypertension
حتلاقوا انه بالنص كده حاطين the gold standard for diagnosis of hypertension is ambulatory blood pressure measurement. بس انها للاسف ما هي widely available, يعني ما هي موجوده كثير. اني اقدر ايش فكره الامبيوليتري بلاد بريشر, بلاد بريشر ميجرمنت, انه نركب مونيتور كده في المريض يقيس كل البلاد بريشر على مدار فتره اوتسايد الكلينيك, وبعد كده بناخذ اللي هو متوسط الريدنج هذه. فهذا الجولد ستاندرد, هذا 100% يعني ما حي الهايبرتنسيف حيطلع هايبرتنسيف فيه. الانتي هايبرتنسيف ما نبداها از فيرست, دائما نبدا بلايف ستايل موديفيكيشن انيشيالي. فابدا الجواب ما هو بي, حتى لو في لايف ستايل موديفيكيشن هنا يو نيد فيرست تو كونفيرم ذا دايجنوزس. توايس ان ذا كلينيك از نوت ريكومندد. هتلاقوا انه في اب تو ديت يقول لك المور افيلبل از تو ميجر بلاد بريشر ات هوم, بس ما يكفي توايس, لازم اتليست كاتبين 12 ميجرمنت, يعني 12 مره يجيك المريض ب 12 ريدنج وانت تختار متوسطها كده عشان تقول انه هذا هايبرتنسيف ولا لا. فهنا الجولد ستاندرد والإجابة الأصح هنا حتكون ambulatory blood pressure measurement. طيب again another hypertension question, 56 years old male, known DM hypertension and hydrochlorothiazide, his blood pressure still not controlled, what is the best next step, add ACE inhibitor, add calcium channel, increase hydrochlorothiazide dose ولا add beta blocker. فهذا السؤال ما هو صعب بس ضروري يكون موجود, لأنه في ناس برضو بتغلط فيه وبتحط انه ايه, يقول لك on hydrochlorothiazide you need to maximize the antihypertensive dose before adding another medication. وهذا الابروتش غلط, خاصة في مريض عنده diabetes, يعني هذا المريض diabetic, واحنا قلنا الACE inhibitors رقم واحد في الـ في الـ في الديابيتس. فهنا حيكون الجواب add ACE inhibitors. الابروتش الصح انه نضيف another antihypertensive, وخاصة انه هذا المريض diabetic فيحتاج الACE inhibitor to prevent progression into chronic kidney disease وبروتينوريا. طيب طيب 46 years old male patient known to have hypertension, amlodipine and losartan, his blood pressure is not controlled, what is the best medication to add, lisinopril, indapamide, atenolol ولا spironolactone. فالابروتش زي ما قلنا, احنا قلت لكم ايش تبدأوا, نبدأ أول حاجة إذا less than 55 years old أبدأ بACE inhibitor أو ARBs, يعني هو في هذه الحالة بدأوا بلوسارتان for some reason. فالسكند إننا يا نضيف كالسيوم تشانل أو نضيف ثيازايد, فهم أضافوا كالسيوم تشانل. الثيرد ستيب يعني هذا مريض على two medications still not controlled, third medication نضيفه حيكون الاندابامايد اللي هو إيش, اللي هو ثيازايد ديوريتيك. فلازم تعرفوا إنه الاندابامايد والهيدروكلورثيازايد هذه ميديكيشن من الثيازايد تايب, وهذه هي اللي بتضاف بعد الكالسيوم شانل والايس انهبيتورز, او الثلاثه هذه هي اللي بنبدا باي ترتيب كان, لكن اهم شيء انه هذه هي الثلاثه اللي تنضاف, بيتا بلوكرز والسبارونولاكتون, هذه ويك انتي هايبرتنسيف وممكن نستخدمها از ا فورث لاين, يعني كرابع ميديكيشن, يعني اذا ما نفعت الثلاثه هذه, لكن ما تنفع از فيرست ثري لاين. طيب فهذه أسئلة الهايبرتنشن, يعني هذه كلها كده في سنة واحدة حطوا 7-8 أسئلة على الهايبرتنشن, وإن شاء الله ما تخرج عنها أو ما يجي أي شيء جديد. طيب نيجي لجزئية جديدة بالكامل, البريفرال آرتري ديزيز. فهذه الجزئية يعني أسئلتها ما هي كثير مرة, بس إنها difficulty question, دائما بتنحل غلط. فان شاء الله دحين حنقفل على الابروتش, ما حد ان شاء الله تواجه اي مشاكل فيها. طيب 67 years old male diagnosed with peripheral artery disease, كده في صيغه السؤال في التجميعات, what is the best way to prevent cardiovascular events in the future, وارفارين, هيبرين, اسبرين ولا كلوبيدوغرل. فالجواب الصح هنا حيكون as a prevention او as a risk factor control, الجواب الصح اسبرين. يعني هذا مريض ايش معنى لما اقول peripheral artery disease, يعني المريض لسه دوبه. عاده peripheral artery disease how does it present, او ايش المقصود فيها, المقصود فيها اللي هي اللور ليمب اسكيميا. الاسكيميا هذه في البدايه تبدا بحاجه اسمها intermittent claudication. الانترميتنت claudication يقول لك المريض, وفي سؤال حنذكره قدام بعدين في مراجعه ثانيه, لانه
تبع دايابيتس، فحتلاقوه برضه في محاضرة الإندوكراين في البرزنتيشن اوف انترميتنت كلوديكيشن. المريض بيمشي مسافة وبيكومبلينينج اوف لور اوف ليك بين، لما بيجلس بيوقف. فهذا يحتاج ريسك فاكتور كنترول، ما يحتاج ابدا انتي كواجوليشن او ابدا سترون، يو نيد جاست اسبرين وتقول له سموكينج سيسيشن. اهم ستيب لما يجيكم سؤال وات از ذا موست امبورتنت ستيب ان بريفرال ارت ديزيز او في الليك اسكيميا، سموكينج سيسيشن. هذا على طول بيوقف الاسكيميا، هو اهم ريسك فاكتور، ومره مهم ذا السؤال لانه برضه ممكن يعدي عليكم يعني. ف بريفرال ارت ديزيز ايش الريسك فاكتور؟ سموكينج سيسيشن. لكن ايش الواي تو بريفنت، بيست واي تو بريفنت الكارديوفاسكولار ايفنتس او حتى الاسكيميا في اللور ليم، انه تو بروجريس الى ليم ثريتنينج اسكيميا بنسميها اسبرين. تمام، فهذا الايزي كذا كويستشن او ستريت فورورد. نيجي هنا للجزئيه اللي شويه فيها الكلام. طيب ايوه، هنا سؤال الدايجنوزز. اول شيء 65 years old male presented to ER with severe right leg pain and absent medial pulse. Which of the following is the most diagnostic investigation? CTA, MRA, conventional angiography ولا ultrasound doppler؟ هذا السؤال شوية difficult لأنه صيغته شوية تحتاج تركيز. وذكروني في نهاية المحاضرة ارسلوا لي في الشات إنه أقول لكم على دائما أنا أول حاجة بشرحها لما نبدأ مراجعات مع الانترنز اللي يعني موجودين معايا في النقطة، كيف أفرق بين لما يقول لي most appropriate, what is the most appropriate next step, what is the most accurate أو what is the most diagnostic أو what is the most definitive أو accurate test. خلاص كلها بتفرق، فحنتكلم عنها بس خليها في الأخير عشان نخلص قبل الوقت. فهنا يبغى most diagnostic. most diagnostic يعني نفسها بالضبط، لما يقول لك most diagnostic يعني يبغى accurate test. هنا أكثر تيست حيشخص اللور ليمب سكيميا أو اللي هي البريفرال آرتري ديزيز. فالموست أكوريت أو الموست ديجنوستيك في هذه الحالة حيكون الكونفنشنال أنجيوغرافي. إيش معنى كونفنشنال أنجيوغرافي وإيش الفرق بينه وبين السي تي اي؟ السي تي أنجيوغرافي وي انجكت كونتراست وبنعمل سي تي عادي. السي تي هذا بيورينا البلد فيسل والكونتراست اللي ماشي في البلد فيسل، ونشوف ايش الفيسل اللي صار له اوكلوجن وايش اللي تقفل. هذا ممكن نعمله في اي مكان في الجسم، فا اتس ا جود واي تو فيجوالايز الفاسكولر اناتومي والفاسكولر تري، واتس اكوريت تيست وكويس وما في اي مشكله. لكن الكونفنشنال انجيوغرافي هذا تيست مختلف، نفس الشيء بنحقن صبغه بس بندخل يعني ما الايمجينج ما يكون باي سي تي، الايمجينج بيكون يعني both diagnostic and therapeutic الانجيوغرافي. فهذا هو المقصود فيه الكونفنشنال انجيوغرافي. حتشوفوا يعني شوفوا انتم صور للسي تي اي والكونفنشنال انجيوغرافي، حتشوفوا الفرق بينها. فالانجيوغرافي ميزته دائما انه is very accurate very يعني diagnostic، حتعرف فين البلد فيسل اللي بالضبط متقفل وحتقدر انك تعمل له revascularization. عشان كده دائما كلمه دائما accurate ديفينيتيف، شيكوا في الخيارات اذا في انجيوغرافي على طول هو الجواب الصح. فهنا هذا الاجابه الصح في ذا السؤال. طيب لكن السي تي اي از جود واكوريت لكنه less sensitive than انجيوغرافي. طيب 67 years old male admitted with MI after 2 days of discharge developed severe pain in his left leg. What is the most likely cause? Acute arterial thrombosis, acute arterial embolus, DVT ولا neuropathy. فاحنا دائما نقول بعد الـ MI unilateral وبعد MI، لو راجعتوا الـ MI complication هتلاقوا واحدة من أهمها الـ embolization. embolus يعني أنه الـ MI هذه لما حصلت صار في thrombus في الـ left ventricle. الترومبس هذه ممكن تعمل امبولاس في اي مكان في الجسم، ممكن تعمل ستروك، ممكن تعمل كيدني انفاركشن، ممكن تعمل لور ليمب انفاركشن. فهنا اكيد حيكون الجواب اكيوت ارتيريال امبولاس. كيف افرق بينه وبين الترومبوزيس؟ يعني احنا الان اللور ليمب اسكيميا لما نتكلم عنها يا انها تكون caused by thrombosis. ايش معنى كلمه thrombosis؟ يعني زي اللي بيصير في الام اي انه في اثيروسكليروزيس حاصل
وبعد فتره هذا الاثيروسكلروزيس بيتكون مريض عنده دي ام وهايبر تنشن وسموكر وديسليبيديميك، بعد فتره بيكون عنده ايه كومبليت ثرومبوزيس اوكلوجن في الارتريز. فهذه عاده تكون بايلاترال، وهو هذا الفرق المهم، بعكس الاكيوت ارتيريال امبولس اللي هي فيري سادن، فجاه مريض ما عنده شيء ولا في اي مشكله في اللور لمب، لكن يا عنده اتريال فيبريليشن يا عنده ريسنت ام اي، فجاه واحده من هذه الاثنين ممكن انها تسوي امبولس وتعمل له لور لمب اسكيما، وعاده تكون يوني لاترال، وعلاجها يكون باي امبولايزيشن تو ريموف ذا امبولس هذه. تمام، فهذا السؤال برضه مهم، واحد من الاسئله الجديده ان شاء الله تكون وصلت. فاذا يوني لاترال هذه امبولس، اذا باي لاترال هذا ترومبوزز او اثيروسكلروزز. دي في تي does not cause absent pulse، حطوا ذا الشيء في بالكم، لانه دائما كل الاغلاط التجميعات الموجوده الناس حتى في نقل الاسئله بتلخبط كيس نوت دي في تي بس، او قصدي الكيس تكون دي في تي بس جايبين الابسنت بولس من كيس ثانيه، وعاملين فيري يعني باد كونفيوجن بيصير بسبب دي النقطه. ف دي في تي عاده تجي بلور لمب سويلنج وبين في الليج. تمام، اذا مره سيفير ممكن تعمل ألسريشن ميديال ألسر، لكن ما تعمل ابسنت بولس. اللي تعمل ابسنت بولس هي الارتيريال اسكيميا، والارتيريال اسكيميا زي ما ذكرت لكم يا تكون امبولس يا تكون ثرومبوزيس. تمام، ففرقوا بين الاثنين، واللي عاده يجي بعد الريسنت سيرجري دي في تي يكون وما يكون في ابسنت بولس. معليش اني بطول في دي النقاط بس لانه مهم، وعارف كثير عندهم شويه لخبطه فيه يعني، فلازم انها توضح معاكم. طيب نيجي للسؤال الصعب اللي هو اللي يحتاج نعرف الابروتش كامل للبريفرال باسكولار ديزيز اند هاو تو مانج. 65 years old male presented to ER with acute lower limb pain for 3 hours associated with numbness and absent pulse. ECG showed at atrial fibrillation زي ما قلت لكم قبل شويه. كده دائما كده تيجي الكيسز، فهذا امبولس على طول ما هو ترومبوزيس. طيب what is the best next step؟ شايفين يبغى النكست ستيب، ما يبغى الموست اكوريت ولا يبغى الديفينيتيف، يبغى البيست نيكست ستيب. هيبرين سي تي انجيوغرافي ارتيريوغرافي، كلمه ارتيريوغرافي هي نفسها انجيوغرافي، هي نفسها الكونفنشنال انجيوغرافي، اسمه الثاني لانه بنشتغل على ارتريز يسموه ارتيريوغرافي، هو نفسه الانجيو. لازم تعرفوا دي المصطلحات لانه في السؤال ده بيجيبوه ارتيريوغرافي بس ده هو الانجيو. طيب ولا التراساوند دوبلر؟ ايش رايكم؟ بمجرد ما يقول لي مريض عنده absent pulse this is arterial. تمام، فالمفترض انه في الارتيريال we immediately start by anticoagulation، وهذه واحدة من الرير يمكن ديزيز او الرير اللي بنبدأ المانجمنت قبل ما نبدأ الانفستيجيشن، لانه بمجرد ما هذا المريض عنده lower limb pain وعنده absent pulse فهذا يعني definitely has ischemia. أنا الآن متأكد من التشخيص، الإيميجينج أو الـ further management هتكون يعني just to زي ما تقولوا to confirm 100% final blood vessel occluded، وعشان أبدأ المانجمنت وأبدأ الريفاسكولاريزيشن. إيش فكرة الهيبرين أو إيش مشكلة أو إيش الهدف قصدي من الهيبرين؟ الهدف من الهيبرين هنا أني أمنع any further thrombosis او occlusion في البلد vessel. يعني انا ما حافتح ما حيعمل revascularization بس حيمنع اول حاجه اتليست ادي هيبرين عشان اتاكد انه ما في حاجه أسوأ ممكن تحصل. نوقف على ده الحد absent pulse في الميديال artery بس، لسه ما ابغاه يوصل more proximal للpopliteal artery او تصير مشكله ثانيه. فدائما حتلاقوها موجوده في up to date، وهذا الابروتش شوفوا هنا هذا الالجوريثم عملتها لكم عشان ما حتضيعوا بعدها. جاب لكم كيس absent pulse lower limb، فهذه arterial ischemia. إذا في الخيارات ankle brachial index هذا هو الجواب الصح قبل الهيبرين. ليش؟ لأنه هذا حيقول لك 100%، وهذا اللي بيسووه يعني هذا in real life بيعملوه، لأنه سريع ankle brachial index يتأكد إذا كان less than 0.9 أقل من 0.9 الـ index فهذا confirm ischemia، وإذا كان less than 0.5 أو 0.4 this is a critical limb ischemia، يعني رجله حتروح، فيحتاج immediately to start heparin. بعد كده
وهذه الجزئية فيها كونتروفيرسال، يعني شوية فيها كلام. نعمل سي تي انجيوغرافي وبعد كده انجيوغرافي وذ ريفاسكولايزيشن. في فرق قلنا السي تي عن الانجيوغرافي اللي هو الايه اللي هو ثيرابيوتيك ودايجنوستيك، اللي ادخل اشوف فين البلد فيسل واعمل له ريفاسكولايزيشن، وهذا الديفينيتيف. لما يسالني وات از ذا ديفينيتيف، وات از ذا موست اكوريت، اختار ارتيريوغرافي او انجيوغرافي. لما يسالني نكست ستيب انكل بريك الاندكس، بس ما حطوا لكم في الخيارات في السؤال اللي فات، فهذا حيكون الجواب هيبرين اللي هو ده السؤال. طيب في حالات مذكوره كده في اب تو ديت يقول لك دايركت بعد الهيبرين لا تستني تعمل سي تي انجيو، روح على طول اعمل انجيوغرافي. فهذا المريض مين؟ المريض اللي تقريبا يعني دخل في حاله اللي هي ستيج 3 كريتيكال ليمب اسكيميا، يسموها immediately threatening ischemia، يعني خلاص حتروح. كيف أعرفه؟ اللي يجي للباراليسيس أو عنده نامبنس زي الكيس اللي قبل شوية. هذول المرضى بعد الهيبرين على طول أدخل للأنجيوغرافي، شلوهم على الانترفنشن الراديولوجي على طول، ما بينتظروا عليهم، لأن لسه حقعد أعمل له سي تي، وده هذا خلاص غالبا أصلا علاجه حتى بعد الريفاسكولايزيشن غالبا حيحتاج أو نضطر نعمل له أمبيوتيشن لأنه الليج يعني has died. فهذا شويه في خلاف، بس يعني انا امشي دائما بالالجوريثم هذا، المفروض انه الابروتش بهذا الشكل يكون. اذا في absent pulse ما ينفع انه نتاخر اكثر، عاده بعد الهيبرين they sometimes go directly للانجيوغرافي. طيب نيجي فان شاء الله تكون وضحت معكم الاسئله، ان شاء الله ما حتطلع عن النقاط دي، بس يعني اقلها يكون عندكم فكره او يعني ابروتش لأسئلة البريفرال فاسكولار ديزيز. طيب بعد كده حنكمل في أسئلة الانفكتيف اندوكاردايتس. اهم سؤال دائما واكثر سؤال بيتكرر أسئلة الاورجانيزم، فخلينا نشوف هذا السؤال. 44 years old male patient was prosthetic aortic valve replacement 7 days ago، 7 ايام جاي بفيفر for 3 days وتشخص infective endocarditis. يقول لك what is the most likely causative organism في هذا الكيس؟ ف staph epidermidis ولا staph augustus strep viridans ولا staph aureus ولا candida albicans؟ فهنا الجواب الأصح في الفيرست 60 days according to up to date أول 60 يوم حيكون الجواب ستاف اوريس. طبعا هذا انا دائما فيها لخبطه، ودائما بقول لكم انه فيها خلافات، حتلاقوا مصادر تقول لك ستاف ابيديرمس ومصادر تقول لك ستاف اوريس، فهي دائما جزئيه يعني زي ما تقولوا عامله كونفيوجن. فهنا الجواب الصح ستاف اوريس اكوردنج اب تو ديت، حاطين انه في كوهورت 2000 بيشنت انفولف وخلاص ستاف اوريس في اول في بدايه الايام اللي بدايه العمليه. ستاف اوريس از ذا موست كومن اورجانيزم، ونفس الكلام هذا الاي دي يعني اكسبرت بيوافقوا عليه دائما، يقولوا انه ستاف اوريس هي الموست كومن في الفيرست دايز افتر ذا سيرجري. فهنا نمشي مع الستاف اوريس. لما اشرح لكم دائما الالجوريثم هذه بقول لكم انه في خلاف موست كومن كوزيتيف اورجانيزم، اذا بروستاتيك فالف اول 60 يوم في مصادر ستاف ابيديرم ستاف اوريس، بس اللي حنمشي معاها ستاف اوريس تمام اكوردنج للكلام اللي موجود في اب تو ديت. اذا مور ذان 60 دايز ستريب فيريدنس، وهذه حتلاقوها موجوده كده بالنص في ميدسكيب، انه اذا بعد 60 يوم 70% of patient strip viridans is the cause only in 30% staph aureus. في النيتيف فالز ستريب فيريدنس، وهذا ما في اختلاف يعني حتلاقوه برضو موجود في ميدسكيب، ستريب فيريدنس از ذا موست كومن في النيتيف فالف اللي هو الفالف الطبيعي، شخص ما عمل اي تشينج للفالف الموست كومن ستريب فيريدنس. وفي الاي في دراج ابيوزر ستاف اوريس اللي تكون عاده رايت سايد فالف. ولو جاء سؤال فيري جنرال قال لك بشكل عام الموست كومن زي ما قلنا، اذا قالوا في النيتيف فالف ستريب فيريدنس، واذا قالوا في البروستاتيك استاف اوريس في الايام الاولى اذا كانت اكثر من 60 يوم ستريب فيريدنس.
طيب 56 years old male patient presented to the hospital with fever, early diastolic murmur, heart beats at the left lower external border, ECG is insignificant. Which of the following is the more sensitive to make the diagnosis? Transesophageal echo, chest X-ray, transthoracic echo, repeat ECG. فهذا السؤال يبغى الموست سنسيتيف. شايفين كيف بتفرق؟ آخر سطر دائما يفرق. هنا الموست سنسيتيف أكيد الترانسوسفجيال إيكو. الترانسوسفجيال إيكو is more sensitive than TTE اللي هو ترانستوراسيك. فهم يبغوا يلخبطوكم لما يجيب لك سؤال زي كده. الموست سنسيتيف is ترانسوسفجيال إيكو. إذا يبغى النكست ستيب عمرنا ما بنسوي ترانسوسفجيال إلا نادر في حالات الأورتيك ديسكشن ممكن إن نعمل ترانستوراسيك قصدي ترانسوسفجيال دايركت على طول. لكن في الأغلب الحالات we need transthoracic initially. فإذا يبغى next step هنختار transthoracic اللي هو من برا إيكو العادي. لكن transesophageal is invasive, المريض يحتاج sedation وكأنه endoscopy. هذا هو most sensitive for making diagnosis of infective endocarditis. فهذه جزئية diagnosis very straightforward easy. طيب هذه أسئلة جديدة برضو دي السنة كلها. في سؤالين مختلفين، في سؤال جديد وفي سؤال قديم. فهذا السؤال الجديد which of the following is least frequently associated with infective endocarditis, ASD, VSD, BDA or subvalvular aortic stenosis. فالmost أو least commonly associated is atrial septal defect. هتلاقوها في موجودة في up to date في جزئية الريسك فاكتور of infective endocarditis, congenital heart disease, VSD, aortic stenosis, BDA و بالمونيك ستينوزيس. هذه كده الأربعة أهم شيء في الريسك في الكونجنيتال هارت ديزيز تو كوز اللي هي الانفكتيف اندوكاردايتس. الاي اس دي ما هو مذكور أساسا، ما هم حاطين، ومعناته أكيد من بين هذه الخيارات هو الليست فريكوينتلي اسوشيتد. السؤال القديم اللي كان بيجي السنوات اللي فاتت الدفعات اللي قبلكم which of the following is most frequently associated, يبقى الموست كومون كانوا. فهنا طبعا حيكون الـ VSD هو أول واحد ذكرينه والموست كومون الـ ventricular septal defect، ولأنه هو أصلاً الموست كومون by far الموست كومون congenital heart disease. فطبيعي أنه يكون أكثر disease associated مع infective endocarditis. فهنا الـ ventricular septal defect is the most frequent. طيب يعني اللي أنتم جالسين تشوفونه الآن أنه دائماً الأسئلة بتدور حولين نفس الموضوع، ما نادر تشطح بعيد يعني. هذا شيء كويس. طيب 56 years old male patient going for elective hernia surgery is known to have bicuspid aortic valve and prosthetic heart valve since 4 years. What is the best antibiotic prophylaxis before surgery? فهنا المريض رايح hernia surgery، صح انه عنده prosthetic valve، واحنا دائما اسئله الانفكتيف endocarditis البروفيلاكسس مره مهمه وبيكرروها كثير. اذا مريض يسألك عن الانتيبيوتيك البروفيلاكسز لازم انها تكون البروسيجر تستاهل والديزيز اللي عنده او الكونديشن اللي عنده تستاهل، لازم هذه الشرطين تتحقق. فواحد من الشروط المهمه يكون عنده بروستاتيك هارت فالف، فهذا اوكي. بس السيرجري اللي رايح لها ما هي ريسك انه يصير له انفكشن او انفكتيف اندوكاردايتس اللي هي هيرنيا سيرجري، فهذه نو بروفيلاكسز از ريكوايرد. لازم تكون السيرجري وورث ات اللي هي دنتال او ريسبيراتوري، هنتكلم عنها دنتال respiratory أو اللي هي skin surgery. فهذه الثلاثة دحين حنشوفها. طيب نشوف السؤال اللي بعد. 29 years old going for thyroidectomy is known to have mitral valve prolapse. What is the best antibiotic prophylaxis before his surgery? No prophylaxis, amoxicillin, ciprofloxacin, ciprofloxacin. فهذا مريض again thyroidectomy, it's not worth it. ما هي اللي هي واحدة من السيرجري اللي تستاهل إننا ندي لها بروفيلاكتيك أنتيبيوتيك، لأنه ريسك أوف إندوكارديتس إز فيري مينيمال في هذه الحالة. طيب لو بس غيروا دي الكلمة خلوها لكم تونسيلكتومي حيتغير الجواب؟ لا ما حيتغير. ليش؟ لأنه ما عنده كونديشن وورث إني أعطيه. لو عنده بروستاتيك هارت فالف يس، لكن هذا عنده mitral valve prolapse again it's not one of the condition اللي تستاهل اني اعطيها antibiotic prophylaxis. 71 years old male patient going for dental extraction. yes هذا قلنا قبل شوي انه يستاهل اعطيه antibiotic. طيب بس لازم يكون عنده underlying condition
تستاهل. Known to have idiopathic subvalvar hypertrophic aortic stenosis, which if the following is true, risk of endocarditis 50 or 12%, prophylactic antibiotic is not needed, ولا antibiotic after the procedure is sufficient. فهذا كلها غلط. يكون الجواب الصح C. إنه نعطي إنه prophylactic antibiotic is not needed. عشان كده أغلب الأسئلة جوابها no antibiotic prophylaxis. حتى في الأمريكان بورد الأسئلة ده أغلبيتها كده، لأنه صعب إنه يكون عنده two indication اللي هي هذه الانديكيشن. يعني يقول لك إنه هذا المريض عنده قبل endocarditis, infective endocarditis, أو إنه عنده cyanotic congenital heart disease يعني زي tetralogy of Fallot or transposition of great vessels. هذه كلها وتكون unrepaired يعني ما عملوا له repair وهو صغير. أو إنه عنده prosthetic heart valve. واحدة من دي الثلاثة indication لازم تكون موجودة plus البروسيجر اللي رايح لها واحدة من دي الثلاثة اللي هي dental work أو respiratory procedure زي التنسلكتومي أو الأدينويدكتومي. وآخر حاجة skin procedure أهمها skin debridement يعني diabetic foot أبغى أعمل لها debridement هذه high risk إنه يجي له بعد كده infective endocarditis. فلازم يتأكد ما عنده واحدة من هذه الindication. إذا عنده هيكون drug of choices oral amoxicillin. طيب فهذا بالنسبة للinfective endocarditis. طيب في نقطة مهمة، ناس كثير يسألوني عن محاضرة دكتور العدني، ظاهر انهم ملخبطين بين عبد الرحمن وعبد الرحمن. فمحاضرة النفرو يفضل انكم تسألوا دكتور عبد الرحمن العدني عليها، ما يعني ما هي تبعي، not related، ما هي يعني ما اقدم انا عادة محاضرات النفرو. فشكله في confusion. طيب نجي لجزئية الفالفولار هارت ديزيز، وهذه برضو زي الهايبرتنشن يعني أنا ما كنت أضيفها بالشكل هذا. يمكن في تشوف يمكن في 6 أسئلة كلها جديدة على الفالفولار هارت ديزيز، بس أسهل أسئلة ممكن تعدي عليكم يعني سهلة وستريت فورورد، وحتشوف إن شاء الله ما حنطول فيها. ليش؟ لأن كلها أسئلة مرمر، فلازم تراجعوا المرمر. يعني أنا كل سنة أقول لهم لازم قبل الاختبار تراجعوا المرمر، وما تجي أسئلة مرمر، ولا يكون نادر تكون يعني أو ما تكون كثيرة صراحة. في أسئلة بس إنها ما ينقلوها في التجميعات لأنها يعني سهلة، بس هذه السنة شفتها كثير في التجميعات. فمهم تراجعوا المرمر والمانوفرز تبع المرمر. فهذه 23 years old female with history of atrial septal defect found to have decreasing to early diastolic murmur on the left lower sternal border. What is the most likely diagnosis? Mitral stenosis ولا aortic regurg؟ ترايكس بدريجيرج والأورتيك ستينوزيس. فهنا إيرلي داستوليك مرمر أو إيكوال أورتيك ريجيرج على طول. تمام. What is the most common type of murmur associated with rheumatic heart disease? They're asking يعني سؤال غريب هو شوية طبعا، هم قصدهم ممكن What is the most common valvular heart disease associated، بس هم نقلينه كده في التجميعات. فالروماتيك هارت ديزيز اللي دائما يجي في الـ في الـ في الـ أو اللي affected the valve affected usually mitral stenosis. هذا هو most common. The most common type of murmur اللي هي mitral stenosis murmur اللي هي ال mid-diastolic murmur بتكون. تمام، اللي فيه opening snap بعد كده mid-diastolic murmur، وهذا mitral stenosis murmur. ومهم تراجعوها قبل الاختبار، أسئلة كثيرة بتدور حولين نفس النقطة. Which of the following cardiac murmurs expected to decrease by Valsalva maneuver and with hand grip? إيش اللي بتقل بالفالسالفا والهاند جريب؟ Aortic stenosis murmur. فهذه لازم ترجعوها، مرة مهمة. أنا جبتها لكم هنا يعني للناس اللي ما عندهم وقت يرجع ويبغى يراجعها السريع، تذكروا إنه الهوكم أو الهايبرتروفيك أوبستركتيف كارديوميوباثي دائما بيمشي مع الام في بي اللي هو mitral valve prolapse. الاثنين بيزيدوا بالفالزالفو with standing وبيقلوا with squatting أو laying down with straight leg brace، بعكس الأورتيك سينوز عكسهم تماما. تمام، فهي هذه الثلاثة أهم شيء تراجعوه دائما، اللي يزيد وينقص مع الفالزالفو standing with lying down and squatting. فهذه نقطة. النقطة الثانية الهاند جريب. هاند جريب الثلاثة diseases دي كلها بتقل، الباقي كلها بتزيد، لكن الهوكم والأورتيك ستينوزز والإم في بي هذه كلها اللي هي الماتر فار بولابس بتسكيل وذ هاند جريب. فهنا لحسن الحظ ما كان موجود منها إلا الأورتيك ستينوزز، فهو حيكون الجواب الصح. باقي كلها بتزيد
مع الهاند جريب. طيب اتس ايزي يعني، حتلاقوها في كتاب تالي موجوده في جداول ايزي يعني، ما هتاخذ منكم ربع ساعه كده مراجعتها، بس انها مهمه لان اسئلتها كثير. طيب 50 years old male presented with history of shortness of breath and fatigue admitted for DHF upon physical examination you heard an early diastolic murmur and when you auscultate over the femoral artery you heard femoral pistol shot sound. What is the most likely diagnosis? Aortic stenosis, aortic rigor, mitral stenosis, mitral rigor. فهنا عنده early diastolic murmur وعنده اللي هي الفيمورال بيستم شط اللي هي تروب ساين يسموها. التروب ساين هذه مع كمان الايرلي داستوريك اتس ايزي كويستشن برضه حيكون الجواب اورتيك ريجاج. تمام اتليست اهم ميرمر تعرفوها اورتيك ستينوزز اورتيك ريجاج مايترال ستينوز مايترال اللي يعني عندهم صعوبه في تذكر الميرمر لانه عاده دي الاربعه اكثر شيء تجي بالاضافه للهايبرتروفيك كارديومايوبثي والفنتركولار سيبتال ديفكت. هذه أكثر مرمر بيكرروها يعني. طيب 54 years old medically free came for routine check up found to have pan-systolic murmur grade 4 heard best at the apex and radiating to the axilla. يعني شكله برضو الراديشن مهم تعرفوه يعني شكلها هذه كده mitral regurg. طيب she's asymptomatic rest of examination zone what is the best next step to confirm the diagnosis. وهذه السؤال مرة مهم لازم تعرفه. هنا يبغى الفالفولار هارت ديزيز تو كونفيرم ايش احتاج اسوي او ايش التست اللي اعمله. هل احتاج على طول اني اعمل ترانسوسوفجيال بس عشان فالفولار هارت ديزيز؟ عمرنا ما بنسويها. في الانفكتيف اندوكاردايتس صح قلنا انه موست سنسيتيف واهم تست، لكن هنا لا، ترانس توريستيك از مور ذان انف تو كونفيرم. فكل الفالفولار هارت ديزيز اللي في الدنيا بتتشخص بترانس توريستيك ايكو هو اهم تست في ال يعني اهم تست تو كونفيرم، وهو دائما النكست ستيب سواء سال النكست ستيب نكست ستيب تو كونفيرم كلها نفس الشيء. طيب 69 years old male presented to ER with history of recurrent exertional chest pain progressive shortness of breath and syncope echo showed aortic stenosis. What is the most appropriate management? Tight control of hypertension, aortic valve repair, aortic valve replacement, ولا follow up. فهنا وهنا نجي للنقطة المهمة اللي هذه فيها تكرار وفيها أسئلة جديدة. هذا السؤال واحد من الأسئلة الجديدة دي السنة. Again هذا واحد من الأسئلة اللي دائما أنا أشرح الأبروتش والحمد لله ما طلعوا عن الأبروتش اللي حنتكلم دحين عنه في آخر سلايد. عندنا ثلاثة أسئلة: aortic valve stenosis management لازم تعرفوها. مريض جاي ب either chest pain او shortness of breath او syncope. انا كنت كده اقول لهم غالبا حيجيب لكم واحد منها. هم هنا في هذا السؤال جابوا الثلاثه كلها وعنده aortic stenosis. هنا انتهينا، هنعمل valve replacement على طول لانه المورتاليتي از فيري هاي. once the patient is symptomatic اللي يسميها SAD is for shortness of breath. لا معليش، S for syncope، A for angina اللي هو chest pain، D for dyspnea اللي هي shortness of breath. فهذه once واحدة من هذه symptoms you will replace the valve على طول، حتى لو الإجكشن فراكشن كان normal، حتى لو كان البيشنت إيش، حتسوي aortic valve replacement. طيب هذا واحد من الأسئلة الجديدة. في سؤال لا من الأسئلة المكررة اللي هو هذا السؤال. 61 years old came for routine check-up وبالصدفة في الإيكو طلع عنده الV hypertrophy و severe stenotic aortic valve، يعني عنده severe aortic stenosis. Ejection fraction is normal، وهنا أنا حفترض هم كده نقلوه في التجميعات بس حفترض إنه more than 50 عشان أقول normal، مو more than 40، more than 50 لازم يكون الـ ejection fraction، لأنه لو تحت الـ 50 this is abnormal وقتها you need to replace the valve. ECG is unremarkable. He's asymptomatic. حط لي كل الشروط عشان اختار ايش follow up in 6 months. وهذا السؤال المكرر اللي بيتكرر كل سنه، ويعني موجود حتى في تجميعاتكم دي السنه، وكثير بيقروا سيفير ستينوزز بيختاروا ريبليسمنت وهذا غلط. تمام طيب
نيجي للسؤال اللي بعد كده. هذا ضمن جديد للسنة برضو هذا السؤال. و 67 years old male patient came with shortness of breath orthopnea BND for one month. هذا اللي بس كان عنده one symptom اللي shortness of breath to heart failure يعني, وجاي بإيرلي داستريك ميرمر والإيكو شود سيفير الاستنتيك قصدي معليش هذا إيه, وهذا سؤال للأورتيك ريجيرش. فهنا غير عن الأورتيك ستينوزز إنه المريض عنده أورتيك ريجيرفيتيشن الإيجكشن فراكشن is 40 which of the following is the best management for this patient, aortic valve replacement follow up after 6 months diuretic ولا ACE inhibitors. فهنا البست مانجمنت لمريض الأورتيك ريجيرش والميترال ريجيرش والأورتيك ستينوزز والميترال ستينوزز وإني فالف في الدنيا مريض عنده سيمتومز دخل في هارت فيلير دخل في أنجينا دخل في سينكوبي, مستحيل إني أسيبه كده وأقول له لا خلاص medical treatment unless the surgery is contraindicated, otherwise you will do replacement of the valve. أيا كان الكلام ينطبق على كله, هم نادر إن يسألوا غير عن الأورتيك ستينوزيس, دائما أسأل الأورتيك ستينوزيس, بس الكلام ينطبق على كل الفالفز. once he is symptomatic you will replace surgery, ما فيها كلام إلا the contraindicated. هذا in real life بنشوفه مريض عمره فوق 80 وعنده COPD وصعب يعني إنه تيلوريت سيرجري, فوقتها يضطروا ميديكال تريتمنت, otherwise you will do the surgery. فضوة زي اسمكم يعني هنا جابوا ريجيرج بس ما تغير ولا شيء لأنه عنده سيمتومز انتهينا على طول حق. ونفس الشيء على الإجكشن فراكشن في less than 50. فخلينا نشوف هذا الانديكيشن في الأورتيك ستينوزيس وأول اثنين تنطبق على كل الفالفولار هارت ديزيز. once the patient is symptomatic أو asymptomatic لكن عنده ejection fraction less than 50 you will replace the valve على طول تختار replacement. لكن في indication إضافية ممكن تيجي أنا كل سنة بشرحها لأني شايف إنه اللي حاجات اللي بتنشرح دي بعدين فجأة بيطلع سؤال على نفس النقطة, فأعرفه إنه لو patient عنده severe stenosis ما عنده symptoms ولا عنده ejection fraction كان more than 50 لكن رايح for other cardiac surgery, وهذه بنشوفها in real life مريض يجي عنده three vessel disease يعني يحتاج أسوي له كابج يأخذوا الكارديك سيرجري يعملوا له اللي هي الباي باس سيرجري مرة واحدة, إذا عنده أورتيك ستينوزيز سيفير أورتيك ستينوزيز لازم يكون يصلحوا له الفالف مرة واحدة to improve the prognosis. تمام, ف patient with severe aortic stenosis going for other cardiac surgery زي الكابج, ففي هذه الحالة we replace it مرة واحدة. هذا ممكن يجي عليها سيناريو احنا يعني ممكن يجينا في البورد السؤال يعني شويه شديد ما اتوقع يجيبوه بس اعرفوها. وبيشنت وذ سيفير فيري معليش فيري سيفير اورتيك ستينوزيس ايش المقصود فيها؟ فيري سيفير اورتيك ستينوزيس هذا لوك كرايتيريا في موجوده في اب تو ديت اتس فيري ادفانسد ما حاشرحها لكم, بس من ضمنها الجريدينت يكون مور ذان 50 يعني مريض عنده الاورتيك جريدينت او الجريدينت اكروس ذا فالفز مور ذان 50 فهذه الحالة هذه واحدة من الانديكيشن تو ريبليس يعني هذا فيري فيري سيفير ستينوزيس خلاص الفالف شوية ويكفل. وفي دي الحالة يعني ما فيها كلام حتى لو كان اسيمتوماتيك حتى لو كان حتى لو كان اسيمتوماتيك او الاجكشن فراكشن كويس لازم اني اعمل فالف ريبليسمنت. طيب باقي البريكارديال ديزيز والسينكوبي قبل الصلاة نحاول ممكن ناخذها. البريكارديال ديزيز برضو ما فيها أسئلة جديدة فما ح يعني أطول فيها. أهم شيء تعرفوا أسئلة اللي هي الكارديك تامبونات 66 years old male progressive shortness of breath وعنده برونكوجينيك كانسر he came with hypotension jugular venous distension ومفلد هارت ساوند يعني هذا البيكس تراياد بنسميه بيكس تراياد على طول أعرف هنا أنها إيش كارديك تامبونات how you confirm يبغى هنا next step to confirmation by echo cardiac tamponade is diagnosed by echo 100% chest x-ray وال ECG هذه هي next step في البداية بسويها. لو سألني what is your next step هقول له chest x-ray لأن المريض جاي بشورتنس اوف بريث أكيد أول شيء سوي chest x-ray لكن to confirm the diagnosis هتعمل echo وبعد كده المانجمنت تكون with pericardial synthesis. طيب 46 years old male presented with shortness of breath for 2 months هذا chronic presentation وعنده TB وجاي الآن البلد بريشر is normal jugular venous distension which increase with inspiration يعني هذا بنسميها الكوزمال ساين. فهذه إذا موجودة على طول تفكروا في الكارديك تامبونات أو في الكونستركتيف بريكارديتس هذا لأنه كرونيك بريزنتيشن وفي هذه الحالة حيكون
ايش الدايجنوزس؟ كونستركتيف بريكارديتس. ليش قلت كونستركتيف ما قلت كارديك تامبونات؟ عشان البلد بريشر از نورمال، عشان السيمبتومز لها شهرين. مستحيل كارديك تامبونات اولويز سادن واكيوت. فهذا كيف افرق بينهم؟ This is acute with hypertension, muffled heart sound, jugular venous distension. The constrictive pericarditis يكون chronic presentation. عادة ما عندهم hypertension أو blood pressure في lower side بس ما يكون في hypertension والheart sound بتكون normal. طبعا كلهم بيكون فيهم jugular venous distension. هنا prominent X Y، هنا بس prominent X لكن ال Y wave بتكون absent. نادر يسأل في دي النقطة بس يعني يفضل تعرفوها. طيب 56 years old male patient presented with fatigue, shortness of breath, elevated jugular venous pressure which increases with inspiration, ascites, positive shifting dullness with normal blood pressure. Again, this is the presentation of constrictive pericarditis. هذا السؤال موجود في تجميعاتكم يتكرر كثير، بيحطوا بس A و B اللي هي Holter monitor و cardiac CT والناس محتارة إيش التشخيص أصلا. مريض عنده jugular venous pressure increase with inspiration، خلاص على طول فكروا هنا في constrictive pericarditis sign and symptom of right sided heart failure اللي ascites وإديمة والحاجات هذه و elevated jugular venous pressure. فهنا على طول حيكون الجواب cardiac CT هو الموست أو الهايست diagnostic value for the diagnosis. حشوف الكالسيفيكيشن في البريكارديوم حتأكد إنه هذا المريض عنده constrictive pericarditis. باقي التست ما لها أي علاقة بالconstrictive pericarditis. طيب آخر شيء السينكوبي. Again ما فيها أسئلة زي نفس الكورس اللي فتحناه قبل شهرين تقريبا، ما في أسئلة جديدة في السينكوبي هذه السنة بس برضو موجودة في تجميعاتكم يعني فمهم تراجعوها. فعندنا 26 years old male presented with repeated attacks of syncope during micturition and while coughing. ECG is normal. What is the most appropriate management for this patient? Holter, reassurance education, tilt table testing ولا echo. ففي هذه الحالة it's situational syncope نسميها اللي during micturition. هذه زيها زي الفازوفيجل نفس الشيء ما بتفرق. والمانجمنت بتكون reassurance education، ما تحتاج أي further testing. حنتكلم دحين عن approach of syncope ما حتضيعوا فيه. فمريض عنده situational syncope يعني during coughing with micturition، هذه reassurance education to avoid الحاجات هذه بس إنه يعني أو يكون more careful و just education يعني ما هي من حالها حتروح. طيب سؤال يشبه له، مريض جاي بنفس الشيء 26 years old syncope. The attack is preceded by nausea, sweating, fear. فهذه هنا most appropriate management. هذه vasovagal by very clear. فهذا حيكون الجواب again reassurance and education. التل تيبل تيستينج almost never done في الفيزوفاجل إلا إذا كان atypical presentation. والإيكو متى نختار إيكو في السينكوبي؟ إذا كان في ECG abnormality خلاص يعني كنت suspecting cardiac syncope otherwise we don't choose echo. فهنا straightforward vasovagal syncope سهلة. again علاجها reassurance and education. it's a clinical diagnosis doesn't require any testing. طيب شوفوا هذا السؤال هنا 26 years old male presented with syncope during football game. his father had sudden cardiac death at 37 years. In examination, he had mid-systolic murmur, heard best at the left lower sternal border. ECG is normal. What is the most appropriate next step? Holter monitor, reassurance and education, chest X-ray ولا echo. هذا مريض عنده murmur وعنده cardiac death, family history of cardiac death early. فهذا حتى لو الECG normal, إيش النكست step المفروض؟ echo. طيب يعني أنت لازم عشان تختار echo في السينكوبي يكون في cardiac source clear. يا المريض عنده murmur يا عنده ECG abnormality أو أنه عنده family history of early cardiac death، واحدة من دي الثلاثة عشان هذا المريض شكله سبب السينكوبي عنده hypertrophic obstructive cardiomyopathy اللي هو الهوكم هو اللي كده بيجي بدال presentation during football game. بيصير له سينكوبي وأبوه مات هو صغير autosomal dominant disease عندهم mid-systolic murmur. فكده هذا الابروتش أنا يعني استعجلت فيها بس عشان لأنه هذه فيها كل شيء والسلايد يعني موجود حتلاقوه عندكم ارسلناه
typical vasovagal syncope preceded by symptom, normal ECG reassurance education, situational syncope with normal ECG reassurance education, recurrent unexplained syncope. هذه بنختار فيها tilt table testing وإذا ما أعطى diagnosis holter monitor, وآخر شيء اللي هي syncope with murmur or abnormal ECG you will do echo. نبدأ مع هذا السؤال. صوتي واضح؟ طيب. 34 years old male presented to ER with hypertension and raised GVB with weak heart sound after motor vehicle accident. What is the type of shock? Cardiogenic, hypovolemic, septic, or obstructive shock? فأسئلة الشوك في two new questions كلها جديدة ما كانوا عادة يعني أسئلة كثيرة تجي على موضوع الشوك أو type of shock. هذا السؤال is straightforward. It's cardiac tamponade. واضح البيركس تريات اللي hypertension, raised GVB, muffled heart sound وafter trauma. It's straightforward. اللي تحتاج تعرفوه إنه النيموثوركس, tension pneumothorax والcardiac tamponade كلهم categorized under obstructive shock. اللي الشوك obstructing the outflow, left ventricular outflow. فعشان كده بتحصل شوك. ما في ejection للblood outside of the heart during systole. فهذه بنسميها obstructive shock. وهنا مهم تعرف انه هذا presentation of cardiac tamponade والcardiac tamponade بيكون obstructive shock. طيب. هذا بيتكرر كثير السؤال من الأسئلة اللي في كل شهر هتلاقوه موجود. 65 years old male admitted to ICU with hypertension requiring ionotropes. يعني septic أو قصدي shock. هذا definition hypertension requiring ionotropes. هذا خلاص shock. He has warm extremities, neglected urine output for hours. What is the most likely type of shock? Anaphylactic, septic, obstructive أو cardiogenic. فمن هذه الخيارات أهم كلمة هنا قالوا إن warm extremities. باقي الكلام كله كلام ما حيفرق لي هي septic ولا هي anaphylactic obstructive ولا هي hypovolemic. فهنا قال warm extremity هذه اللي بنسميها warm shock. فهي ممكن إنها تكون anaphylactic, ممكن إنها تكون septic, وممكن إنها تكون neurogenic. الحاجة المهمة هنا إنه ما في أي شيء يخليني أفكر في الأنفلاكسس. لازم الأنفلاكسس يقول لي إنه التيبيكال بيكتشر إنه أكل حاجة والآن جاي بأرتكاريا وجاي بشورتنس بريث. تيبيكال بيكتشر أوف أنفلاكسس إنه في إكسبوجر لأليرجين. فهذا الشيء ما ذكر في السؤال. فإحنا الآن يعني هنستبعد الأنفلاكس. طبعا الأوبستركتيف والكارديوجينيك هذه كلها تكون كولد إكستريميتيز. فالجواب الصح هنا حيكون سيبتيك شوك. ليش؟ بس عشان ذكر warm extremities. طبعا ممكن السؤال فيه details أكثر تساعد في الجواب, بس يعني اللي موجود في التجميعات بهذا الشكل يعني you can answer it just by knowing its warm extremities. طيب هذا السؤال يعني يحتاج كلام شوية. خلينا نقرأ السؤال وبعد كده نتكلم إيش ال different scenario اللي موجودة في التجميعات عليه, لأنه من أكثر الأسئلة اللي يعني توصل. 45 years old male, known hypertensive, on lisinopril 20 or amlodipine, and recent history of thromboembolism على warfarin 2 milligram, presented with productive cuff hemoptysis for 2 months. Diagnosed with MTBPCR is positive, يعني TB, who started on first line anti-TB medication. Which of the following adjustments should be made to his medications? Decrease lisinopril dose, increase warfarin dose, increase amlodipine dose, or stop rifampicin. فهنا أهم نقطة إنه دائما لما نبدأ الأنتي تي بي ميديكيشن في ميديكيشن من ضمنها اسمه ريفامبيسين. ريفامبيسين هذا بيعمل ستيميوليشن للليفر إنزيم. فلما يعمل ستيميوليشن للسي واي بي أو اللي هي السيتوكروم 450 إنزيم اللي هي في الليفر, هذه الإنزيم بتعمل ميتابوليزم لبعض الميديكيشن. فدائما لما نبدا الريفامبيسين نضطر او غالبا نضطر اننا نزود الدوز تبع هذه الميديكيشن, من ضمنها الوارفرين اللي هو في هذا الكيس. فلانه المريض هنا على وارفرين, اذا ما بياخذ انف دوز اوف وارفرين هذا المريض حيعاني من ترومبو امبوليزم. ممكن ثاني ترومبو امبوليزم هذا ممكن يكون بي اي, ممكن يكون دي بي تي. ففي هذه الحاله ما حنقدر اننا نتركه بهذا الشكل, لازم نزود الدوز اوف وارفرين.
دائما هذا بيصير نفس الشيء اللي ياخذ اورال كونتراسبتيف بيلز ممكن تصير نوت افكتيف وشي جيت بريجننت. فمهم انه الدوز اوف ذيس ميديكيشن تو بي انكريز. ليش؟ لانه الريفامبيسين ويل ستيمولييت ذا انزايم وستيمولييشن اوف ذا of the enzyme will result in metabolism of this medication of the level بتقل في البلد وبالتالي the effect of the medication هيقل. عشان كده لازم إننا نزود الدوز. فهنا حيكون الجواب increase warfarin dose. طبعا هذا السؤال في السنين اللي فاتت. الآن هو نفس السؤال موجود وأنا متأكد إنه نفس السؤال بس دائما موجود في التجميعات بريكول سيء. يعني ما هم حاطين موضوع الوارفارين في الكيس. وحتى لو جاكم ما في ورفرين يعني هم حاطين انه المريض هايبرتنسيف على لزنوبريل بس وعلى امبيدوبين ما في هرجة ترومبو امبوليزم ولا على ورفرين. والان شخص بتي بي وحتى ما ذكروا انه بدا الانتي تي بي ميديكيشن قال لك ناو دايجنوزد او جاي بهيموبتسيس واضح انه الكيس تي بي يعني ف يعني يو كان ايزلي نو اتس ذا سيم كويستشن. حتى لو ما كان في موضوع الورفرين في جواب ثاني اقرب اجابه انه وي انكريز ذا دوز اوف امبيدوبين. المهم اني حزود دوز اوف وان ميديكيشن. طبعا اكثر واحد يتاثر بالليفر انزايم الوارفارين. امبيدوبين نوت سو ماتش صراحه ما يصير له ميتابوليزم بس اذا جاء بهذا الشكل اللي هو بينقلونه بالشكل هذا حيكون هو الجواب الصح. المهم اني حزود الدوز تبع الميديكيشن اللي او انه ما حنزل الدوز هذا اكيد ما حيكون في ديكريز ولا حيكون في ستوب للريفامبيسين لانه واحد من الكورنر ستون الاساسيه في علاج التي بي. فحطوا في بالكم إنه الجواب لازم يكون في increase. فالأصح هو الورفرين. إذا ما في موضوع الورفرين في الكيس increase amlodipine أو increase lisinopril حسب ما بيجيكم. طيب فآخر نقطة أبغى أتكلم عنها موضوع اللي يسأل اللي هي عشان لا أنسى how to differentiate أو في السؤال لما يقول لك what is the most appropriate and what is the best next step. فاللي دائما بقوله لك انه لما يقول لك what is the best next step it's the same as when they ask what is the most appropriate. يعني هي نفس الفكره ما في اي فرق. الصيغه هذه كلها يبغى يعرف منك ايش حتعمل الان what is the investigation or what is your management now. فالنكست ستيب هي الموست ابروبريت ستيب هي نفس الشيء ما في فرق بينهم. متى يفرق؟ يفرق لما يسألني what is the most accurate أو what is the most definitive. هذا الاثنين نفس الشيء برضو اللي هي highest sensitivity اللي هو most invasive test. يعني نروح دائما لآخر شيء حتى لو ما حسويه أنا في البداية حتى لو ما هو الانيشيال لا حيكون هو الخيار الصح لأنه هنا clearly يبغى accurate أو definitive test. تمام. فدائما المثال اللي بعطيه سيليك ديزيز أكثر ديزيز ممكن يبين لكم الفرق بين أو النقطة هذه اللي بشرحها. في السيليك ديزيز لما يقول لي what is the most appropriate step أو what is the best next step هي نفس الشيء دائما في الديجنوز جاي واحد ببكتر of سيليك ديزيز نعمل TGA Transglutaminase Antibodies هذه هي اللي في البداية. لكن لما يسألني what is the most diagnostic أو قصدي what is the most sensitive أو accurate test يبغى last نختار الديودينال بايوبسي مع انه ما بنسويها على طول في كل المرضى. فيرست ستيب الانتي بوديز واتس انف تو دايجنوز. وحنشوف هذا النقطه في مراجعه الجاسترو يعني في اسئله عليها في السيليف ديزيز. هذه السنه اسئله السيليف كانت كثيره فيعني افضل يمكن مثال اعطيه على السيليف ديزيز. ففي نقطه ثانيه تختلف شويه لما يقول لي ويتش اوف ذا هول از ذا بيست تو دايجنوز او الدايجنوستيك تيست. فهنا لازم انا اعرف الديزيز. اول حاجه لازم اعرف ايش الدايجنوزيس في الكيس عشان اعرف ايش اللي يستخدم للتشخيص. فهنا يعني لما يقول لي مثلا دايجنوستيك تيست في السيليك هو نفسه الموست ابروبريت اللي هي الانتي بوديز اتس انف تو دايجنوز ما تختاروا البايوبسي. لما يسالني في الكاردييك تامبونات دايجنوستيك قلنا بنختار الايكو مع انه لو قال لي وات از ذا بيست نيكست ستيب حختار اي سي جي وتشست اكس راي. بالتحديد تشيس اكس راي هي الانيشال اللي هي النكست ستيب اللي حبدا فيها يعني. لكن لانه سالني دايجنوستيك شوف ايش اللي يستخدم لتشخيص المرض هذا اكوريت او ديفينيتيف هذا اللي هو السنسيتيفيتي 100% اللي هي عاده البايوبسي الجيوغرافي الحاجات اللي هي عاده انفيزيف وما نسويها في كل الحالات
لكنها هي الموست سنسيتيف وهي البيست يعني الكالتشرز. فهذا بالنسبة كده إن شاء الله تكون وضحت عندك الصورة. هذه تفرق كثير لأنها في الإجابات. إن شاء الله كنت وفقت اليوم في المحاضرة يعني، وغطينا الكارد وكل أسئلة الكارد، وما إن شاء الله ما يجيكم أي سؤال خارج عن اللي ذكرناه. يعني الناس اللي ما رديت عليهم أو ما لحقت أرد عليهم يعني في يرسلوا لي، أعتذر منكم يعني. صعب شوية، كل سنة بيصير أصعب الوضع شوية، بس يعني تويتر موجود وممكن ترسلوا لي الأسئلة، والآن ممكن برضو ترسلوا في الشات الأسئلة إذا في أسئلة عندكم، وحرسل لكم فيدباك برضو يعني إذا في أشياء تبغاها تتحسن. طبعا بالنسبة للمحاضرة زي ما قلت لكم بتركها لين يوم الاثنين إن شاء الله. يعني بعد كده مضطر لازم إنها تتقفل. طيب طيب elderly patient with atrial fibrillation MI underwent PCI 3 days after that he developed lower limb pain or absent popliteal pulse. هذا زي السؤال اللي ذكرناه، بس يبغى ال best next step management. هنا يبغى على طول thrombolytics, embolectomy, angiography, warfarin. فهنا زي ما قلنا هي unilateral، و طبعا في البداية طبعا الإجابات هنا 100% فيها غلط، ما حيحط لك angiography وembolectomy في نفس الخيار، لأنه الاثنين هي نفس الشيء. احنا كيف نعمل الامبوليكتومي باي انجيوغرافي؟ فالاجابه الاصح هنا انجيوغرافي طبعا، وفي الانجيوغرافي حنعمل امبوليكتومي. بس هذا السؤال انا اعرفه لانه كان بيجي من سنتنا من الاسئله اللي بتتكرر كثير، فاذا موجود في تجميعاتكم غالبا اجابه الانجيوغرافي ما هي موجوده، والمفروض انه نعمل امبوليكتومي. بس اذا موجود فعلا انجيوغرافي في الخيارات حتكون هي الاجابه الصح، لانه هذه امبولس اللي قلنا اكيوت امبوليك اسكيميا، وعلاجها يكون باي امبوليكتومي افتر انجيوغرافي. طيب typical presentation of MI managed by aspirin, clopidogrel, nitroglycerin, oxygen, ECG show sinus tachycardia, left bundle branch block, cardiac enzyme appending, which of the following is the most appropriate next step, thrombolytic wait for cardiac enzyme, lidocaine infusion or CT angiography. فهنا هذه by definition تعتبر ايوه الكارديك انزيم بدك، سو يو ويل ويت فور ذا كارديك انزيم افتر كارديك انزيم اوف بوزيتيف يو ويل مانج باي بي سي اي، واذا ما في بي سي اي ثرومبوليتكس، بس هنا يو ويل ويت فور ذا كارديك انزيم لانه لسه اتس نوت كونفيرم تو بي ام اي او اتس يعني يو دونت نو اف اتس تيمي اور اولد زي ما ذكرت. ممتاز. طيب يفضل بس تكون أسئلة الكارديو، باقي المواضيع إن شاء الله حناخدها في المراجعات الجاية. بالنسبة للكل يسأل عن الميديك البوتاسيوم كم يكون هاي عشان أوقف الـ S inhibitors، فهنا يعتمد على الأبر ليميت اللي بيعطيك هو في الكيس، لأنه الهاي بوتاسيوم بيختلف. مستشفيات تلاقيه 5.1، في مصادر في كتب 5.5، فعلى حسب الهيئة بيحطوا رينج ريفرنس رينج في السؤال. فانت على حسب بتشوف اللي يعني بيحط لك اللاب بوتاسيوم مثلا 5.2 وجنبه الريفرنس رينج اللي هو، فانت على اساسه تحدد. يعني ما حقدر اعطيك رقم معين لانه بيختلف، فالهيئة دائما في اللابس بيعطوا ارقام. طيب افب with prosthetic valve what is the target INR and warfarin 2 to 3 ما في 3 to 4. ممكن يكون 2.5 to 3.5 is more accurate اذا كان موجود في الخيارات. 2.5 to 3.5 هذا التارجت warfarin في البروستاتيك فالف، اذا ما في 2 to 3.
طيب في male about 50, heart failure, incompatible furosemide, complaining of dry cough for 3 months. What do you want to add? Increase Lasix, اللي هو furosemide, decrease furosemide, test CT, pulmonary function test. هنا حيكون الجواب increase furosemide dose, لأنه هذه ممكن تكون decompensated heart failure. واحدة من السيمبتومز cough, مو لازم إنها تكون shortness of breath. كثير من المرضى يجوا DHF coughing. We need to increase الفيرسامايد. ال CT chest is useless في هذا الكيس, dry cup for 3 months. و pulmonary function test is unlikely, يعني اني افكر في ازمة في هذا الايج, فما هو يعني ما حيكون of any use. فالإجابة الأقرب هنا أنه we increase الفيرسامايد. If no response, وقتها we investigate more, يعني ممكن وقتها نفكر في restrictive lung disease وال... بس بالديتيلز الموجودة في هذا الكيس الآن يعني الأقرب we increase the dose. طيب septic shock case indicate adequate systemic perfusion. ايوه هذا موجود في الـ في mid scape mixed venous oxygen saturation, هتلاقوه من الاسئله القديمه جدا, فموجود في mid scape انه هو هذا البست او النص بالنص كده موجود. طيب تمام. فبالنسبه للليفت بندل برانش بلوك از نوت كونفيرماتوري ستيمي, خاصه انها ما هي نيو اونست, لازم تكون نيو اونست ليفت بندل برانش بلوك. يعني عندي اي سي جي قديم ما في ليفت بندل برانش بلوك, ودحين جاي في الاي سي جي الجديد يكون عنده ليفت بندل برانش بلوك عشان اقول انها ستيمي. فهنا لا ما ح وي كان نوت كونفيرم, يعني جاست باي بالديتيلز اللي في الكيس يو هاف تو ويت فور ذا كاردييك انزايم في السؤال ذاك. Patient with AFib received 5 milligram of warfarin. His INR is 7, reduced to 2.5. Same dose, stop warfarin, hold and repeat INR. هذه الإجابة الصح. You will hold the warfarin, لأنه the INR is subtherapeutic. بس المريض ما عنده bleeding, it's not very high INR. ففي هذه الحالة you will hold تقريبا 1 dose or 2 doses وتعيد the INR. بمجرد ما يوصل للتارجت you will resume الورفرين. تمام. طيب كده إن شاء الله نكون غطينا كل الأسئلة, وبالتوفيق للجميع. ممكن ترسلوا لي الأسئلة الباقية اللي عندكم, يعني إن شاء الله بإذن الله أقدر أرد على الجميع. واللي ما أقدر أرد عليه يعني لا يزعل مني. بالتوفيق لكم إن شاء الله, فالكم على الدرجات. نلتقي إن شاء الله يوم الحلوت في محاضرة الإندوكراين والآي دي.